صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى وحمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة يا مصر. حمد لله على السلامة يا مصر. وطبعا كلامنا موجه تحديدا للناس اللي حالتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العيد إن شاء الله. النهاردة هو أول يوم في العودة للعمل بشكل رسمي بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وكان قبليها أجازة يمكن أطول بالنسبة لبعض الموظفين اللي هي شهر رمضان، أجازة طويلة بتاعت عيد الفطر اللي هي 6 أيام. نتمنى أن الكون يكون استمتع بأجواء العيد، عمل ريفريش كده لحياته علشان يرجع مرة تانية يستعيد نشاطه في شغله، يكمل شغله. كلامنا للموظفين، كلامنا للناس اللي أعمالهم يمكن بتأثر على أعمال ناس تانية، كلامنا مرتبط بأي مسؤول معطل حاجة، موقف حاجة علشان حاطط يعني حالته كده على وسائل التواصل بعد العيد إن شاء الله. بس مين فينا ما كانش حاسس الإحساس ده؟ يعني كلنا بنيجي في رمضان، في أول رمضان دايسين بنزين جامد في العبادات والعزايم ومقابلتنا مع أهالينا، صح، والحاجات دي كلها، حتى في شغلنا وده بيأثر على الكل. بنبقى عاملين كده، بنيجي في آخر رمضان بقى خلاص تعبانين مش قادرين، يعني يا دوب عايزين إن احنا نخلص بقى عشان نوصل للعيد. وفي نفس الوقت أجواء رمضانية بالنسبة لنا بتبقى شدانة جدا، وعايزين ندوس بنزين أكتر في العبادات وغيره وغيره. فإحنا بنبقى عايزين ندخل أو آخر أيام رمضان كده، إحنا إيه، إحنا عايزين ندخل بقى على العيد، وأي حاجة هتطلب مننا دلوقتي بتتطلب منا شغل كبير لا هيبقى بعد العيد. لكن أنا واحدة من الناس مثلا اشتغلت أهو في العيد زي الفل، مفيش حاجة معايا قدامكم زي الفل. بالظبط، بس أنت اشتغلت العيد كله حقيقي. فبالنسبة للناس اللي خلصت أجازتها خلاص وخلص معاها موسم بعد العيد إن شاء الله، يعني زي ما قلنا يمكن في آخر أيام رمضان إحنا كتير قوي بنبتدي نأجل أي خطط لينا أو أي حاجة هنعملها، ونقول يلا بعد العيد بقى نبتدي نرجع تاني بقوة. وهي دي بتبقى الأجازة اللي إحنا نفصل فيها ونريستارت ونريفرش فيها كده، ونرجع تاني شغلنا ودراستنا، أو أي حد بيرجع يعيد اللي هو كان بيعمله مرة تانية يرجع بالفول باور زي ما بيقولوا. إحنا خلاص أهو العيد خلص، الأجازة كمان خلصت، بقاش بقى في حاجة. إن شاء الله الناس تبتدي يومها النهاردة بنشاط وإقبال على الشغل والإنجاز في الحياة العملية. وحياتك في ناس بتقول بعد العيد وتحط الاستاتيو دي أو الحالة دي لبعد العيد الكبير. أنا ما حددتش، يقول لك أنا ما حددتش أنهي عيد، صح؟ هو يعني بس أنت اتكلمت في قصة إن إحنا برضو نعذر الناس. رمضان شهر العبادات، شهر الكرم، شهر الضيافة، بنستقبل ناس، الموضوع معانا بيتغير. لكن في النهاية ده بيأثر على عطائك، يعني انت لو مسؤول بتخلص ورق ففي ناس طوابير مستنية، لو انت في مسؤول عن فريق عمل فالفريق العمل ده مستني ان هو يعمل شغل. قيس بقى على ده كم حاجة متعطلة. عايز اقول لكم برضو ان قصة رمضان وقصة العيد يعني أثرت على الكل بالسلب فيما يتعلق بالساعة البيولوجية. في ناس كتير جدا يومها بيبقى متلخبط في شهر رمضان علشان طبعا مواعيد النوم ومواعيد السحور، وبعدها أجازة العيد، فاليوم بيتلخبط أكتر. وإحنا عارفين غذاء الجسد هو حاجتين، الأكل والنوم، فالاتنين بيبقوا فيهم يعني فيهم إيرور، فطبعا ده بيعمل ضغط كبير على الجسم، بيكون في نوع من الكسل شوية. فلازم الناس تظبط مواعيد نومها مرة تانية، لازم الناس ترجع لروتين نومها الطبيعي اللي هو على الأقل من 6 إلى 8 ساعات متواصلين، علشان تقدر تستعيد طاقتها الذهنية، علشان تقدر تدخل في مود الشغل، علشان هي كمان لو مسؤولة عن أي خدمة مقدمة لأي حد تقدر تدي يعني بكامل طاقتها بدون يعني ما تأثر على نظامها اللي هو متعود عليه طول اليوم. حقيقي عايزة أقول لك كمان أنه بالنسبة للروتين اللي أنت بتتكلم عنه، خلينا ما ننساش برضو ان احنا في رمضان وفي العيد يمكن كترنا شوية من الاكل، بالذات في العيد. انا طب. اول مرة اكل، يعني مش اول مرة اكل كحك، لكن اول مرة اكل كحك بالكميات دي. فخليني اقول ان الروتين ده حتى
مأثر على مش كلنا. بس في الشغل والصحيان بدري او في الدراسه او ايا كان الروتين اللي حضراتكم متعودين عليه، لكن كمان في لخبطه في الاكل ومواعيد الاكل، وده خلى ان كل حد فينا يمكن كنا بنتكلم ده على ده في العيد اكتر وجبنا فقرات عنه كتير، ان احنا مش عارفين نظبط تاني يعني اكلنا والوجبات نقسمها بشكل صحيح، ويمكن بيقولوا عليه الشوجر انتيك يعني او السكريات اللي احنا اكلناها كتير طبعاً. دي ازاي نوقفها ونرجع مره تانيه للرياضه ايا كان بقى نوع الرياضه اللي حضراتكم بتمارسوها. فاحنا بنتمنى ان النهارده كده يكون ان شاء الله يوم جديد مليان بالطاقه والخير والحيويه، ونبتدي كلنا نرجع مره تانيه لحياتنا ما قبل بقى مش بس العيد لا كمان رمضان وروتين اللي احنا متعودين عليه في يومنا، نرجع له تاني بقوه وبنفس العزيمه اللي احنا كنا عليها قبل كده. واحنا النهارده معاكم هنشجعكم ونشجع نفسنا كمان ان احنا نبتدي اليوم بكل طاقه وايجابيه. بنصبح عليكم مره تانيه واهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. يا صباح الفل عليكم مرة تانية، بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس اللي يبدو أنه هو بقى حر جدا في القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا بسان. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. خلاص بقى احنا 15 إبريل، يعني عايز الجو يبقى عامل ازاي؟ ايه ده؟ حر قوي؟ لا مش قوي، احنا طبعا في ارتفاع الفتره دي، يعني يمكن دكتوره منار غني من امبارح قالت لنا ان هو ارتفاعات اكتر من المعدل الطبيعي في الوقت ده من السنه بدرجه او درجتين، لكن هو الذروه فعلا هتكون يوم الاربعاء هيكون فيه حر وفي كمان رياح مثيره للرمال والاتربه، فيعني ده اليوم اللي هو بيكون صعب شويه بالنسبه لنا. ربنا يستر ان شاء الله. نخلي بالنا بس برضه نجيب الانفيه وحساسيه الصدر، نخلي بالنا يوم الاربعاء باذن الله. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي بعدنا مع جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون في ارتفاع في درجات الحراره وهيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة صباحية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، أعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 35، وأقل درجة حرارة في كاترين 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال امبارح انه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وانه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، وشدد على ان المجال الجوي المصري وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية. كمان امبارح ايضا اعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار التفاعل الكبير مع حملة انت اقوى من المخدرات من جانب الشباب وكافة الفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. الصندوق قال انه خلال اسبوعين بس ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحه الادمان ل 12000 مكالمه، وذلك لتلقي العلاج من الادمان بنسبه زياده بلغت 500%. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تأكيد الحكومة أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية. كما تم التجديد على أن المجال الجوي المصري وأيضاً الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ما عدا الرحلات المتجهة لبعض الدول نتيجة توقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران. امبارح أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار التفاعل الكبير مع حملة المخدرات هتجرك للنهاية ما تربطش نفسك بيها، أنت أقوى من المخدرات، وده من جانب الشباب والفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبلغ عدد مشاهدي الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 26 مليون مشاهدة، وارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان ل 12000 مكالمة لتلقي العلاج من الإدمان بنسبة زيادة 500%، وده عقب انطلاق الحملة منذ أسبوعين وحتى الآن. امبارح أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الحصاد الختامي لمبادرة رمضان بصحة لكل العيلة،
وفحص أكثر من 312 ألف منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة، بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان، وده ضمن فعاليات المبادرة بما يتخطى 100% من المستهدف من المبادرة اللي انطلقت طوال شهر رمضان الفضيل واستمرت خلال أيام عيد الفطر المبارك. امبارح أعلنت وزارة الصحة عن فحص 4,915,689 طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وده منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى الآن في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب. خلينا نروح سريعاً لأخبار المحافظات. فأسيوط تم تجهيز 28 مركز تجميع وشونة لاستقبال حصاد وتوريد القمح. أما في الفيوم فبيتم تنفيذ 134 مشروع من أجل توزيع مياه الشرب في قرى إطصة ويوسف الصديق، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أما في الإسكندرية فتم رفع 19,000 طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الفطر، وفي المنيا تم إطلاق قافلة طبية بمركز دير مواس هتستمر لمدة يومين لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج للمرضى بالمجان. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط أعلنت المحافظة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة بعدد 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعين على 13 مركز وحي بالمحافظة، وفقاً للإجراءات اللي تم اتخاذها للتسهيل على المزارعين أثناء الاستلام والتوريد للشون والصوامع. وحيث يتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح بلغت 174,757 فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان. في دمياط أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر انتهاء عمل فرق الإنقاذ والخدمات بالشواطئ على أن يتم استئنافها في الأول من مايو مع بداية موسم صيف 2024، وإن أشادت الوحدة المواطنين عدم نزول البحر طوال فترة عدم التشغيل حفاظاً على سلامتهم. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 ظهراً لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 134 مشروع لمياه الشرب بقرى مركزي إطصة ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه في إطار خطة الدولة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية أعلنت المحافظة أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك تم رفع 19,000 طن مخلفات صلبة، وتم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء، كما تم تكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد ومناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة، بالإضافة لزيادة عدد المخلفات المنقولة من المحطات الوسيطة للمدفن الصحي بمدينة الحمام. في المنيا بتنظم مديرية الصحة اليوم الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية أولاد مرجان بمركز دير مواس، وبتستمر على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة في إطار تقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم. فأسوان استعدت الأجهزة التنفيذية لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد، وبلغ عدد المواقع التخزينية بالمحافظة 7 مواقع بسعة تخزينية 175,000 طن، وهتبدأ كافة المواقع استلام الأقماح المحلية ابتداء من اليوم الاثنين، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين. فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور.
صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حاله الطقس النهارده، والناس كلها بتسالني وتقولي هو الجو هيفضل حر كده ولا هيرجع يبرد مره تانية؟ احنا طبعا يمكن اليوم في استمرار لارتفاع قيم درجات الحراره، اليوم هيكون في ارتفاع اخر في قيم درجات الحراره عن امس بمعدل من درجه لدرجتين، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب ان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، ده بتؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره، كمان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، فبيساعد ده على ارتفاع قيم درجات الحراره خلال فتره النهار، واحساسنا بالاجواء الحاره في معظم محافظات الجمهوريه زي الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ايضا اجواء ما بين الدافيه المائله للحراره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده بيكون في فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره مع شبه الاشعاع الشرقي. العكس تماما بيحصل فترات الليل، طبعا مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده محسوس اكثر وملموس فتره الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر ما زالت بعض المناطق في الجمهوريه فيها بروده واجواء مائله للبروده في اغلب المحافظات، خاصه كمان المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان ايضا اليوم متوقع ان مع فتره المساء وساعات الليل يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، نشاط الرياح ده يساعد ان احنا نحس بتلطيف الاجواء وانخفاض قيم درجات الحراره فتره المساء، البروده فترات الليل زي ما قلنا خاصه فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، ودايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه الظاهره الجويه المؤثره طبعا الشبوره بالظبط، الشبوره المائيه اليوم كانت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وكانت كثيفه بعض الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري ومدن القناه وبعض المناطق من وسط سيناء، واثرت بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى وتختفي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا بدايه من الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. الاجواء دي زي ما قلنا على مدار هذا الاسبوع كله مستمره في الارتفاعات، ذروه الارتفاعات، واعلى درجه حراره هنسجلها هتكون يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، وعظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 ل 34 درجه مئويه، المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد. انا برضو عايزين برضو يعني ننوه مره ثانيه على يوم الاربعاء، لان بعض الصفحات على السوشيال ميديا بتقول ان في عاصفه ترابيه شديده وارتفاع في درجات الحراره، فاحنا حابين ناخد من حضرتك المعلومه الصحيحه عن يوم الاربعاء بالنسبه للارتفاع درجات الحراره وكمان للرياح اللي هتكون مثيره للرمال والاتربه. هو طبعا هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره بس مش بالتهويل الكبير في المناطق الشماليه، الارتفاع ده بيشمل اغلب المحافظات واغلب المحافظات فيها ارتفاعات ملحوظه وهتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 6 درجات، لكن العظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 34 درجه مئويه، المناطق الجنوبيه في الاقصر واسوان هي اللي هتسجل 37 ل 38 درجه مئويه، الارتفاعات الملحوظه اكثر في المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب البلاد بالظبط كده. بالنسبه للاتربه والرمال المثاره، هو بالفعل هيكون في نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه على الاماكن المكشوفه، لكن مش هيوصل لحد العاصفه، فطبعا هنخلي بالنا من الاتربه والرمال المثاره، ومع يوم الخميس تبدا تهدا الاتربه والرمال المثاره وتعود درجات الحراره ثاني بال 30، يعني مش هيحصل انخفاضات بعدها مباشره، هو انخفاض عن ذروه الارتفاعات تعود ثاني لل 30 درجه مئويه، فالاسبوع ده كله هيحتفنا بالاجواء الحاره موجوده معانا بشكل كبير، درجات الحراره لو حصل فيها انخفاضات فتره النهار مش هتبقى نرجع ثاني للاجواء البارده، يعني احنا مش يعني خلاص يا دكتور نطلع الهدوم الصيفي، انا لحد دلوقتي يعني كل الناس تسالني اقول لاولادنا لا خلينا زي ما احنا لحد شم نسيم زي ما احنا اتربينا واهالينا عودونا، نطلع من دلوقتي بقى خلاص اللبس الصيفي؟ لا هنستنى شويه لان احنا لسه فترات الليل عندنا بروده، هو فعلا احنا لسه هنستنى شم نسيم يمكن بعد شم النسيم، لان فتره الليل فيها بروده او فتره الصباح الباكر وفرق قيم درجات الحراره ده ممكن يسيبنا بنزلات البرد، فاحنا مفيش مشكله نخفف بالنهار، يعني نرتدي ملابس خفيفه فتره النهار او ممكن نرتدي الملابس شتويه خفيفه او خريفيه، لكن فترات الليل هناكد عليها بلاش تخفيف الملابس خاصه للاطفال وهم رايحين المدارس فتره طبعا. الصباح الباكر او احنا رايحين اشغالنا تجنبا طبعا لنزلات البرد طبعا. مرضى الحساسيه الصدريه وجيوب الانفيه ناخد بالنا بشكل كبير يوم الاربعاء ان شاء الله، واحنا خارجين نرتدي الكمامات ونتابع النشرات الجويه عشان لو في اي تحديث في الاحوال الجويه، ودايما الربيع معروف بتغيراته الجويه طبعا.
طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم على المتابعه اليوميه معانا، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نتابع معاك درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدا من القاهره العظمى 30، الصغرى 18، العاصمه الاداريه 30 18، اسكندريه 35 16، العلمين الجديده 24 16، مطروح 23 14، دمياط 25 16، بورسعيد 24 17، اسماعيليه 31 18، السويس 31 17، العريش 26 16، كاترين 23 10، طابة 27 18، حلايب 28 22، شلاتين 31 20، شرم الشيخ 31 20، الغردقة 31 20، الفيوم 30 15، بني سويف 31 15، الوادي الجديد 33 19، أسيوط 30 16، سوهاج 32 17، قنا 35 19، الأقصر 35 19، وأخيرا أسوان 34 20. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهارده، يا ريت ما نخففش الملابس. وبالنسبة ليوم الأربعاء اللي مضطر ينزل من مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية لازم يرتدي الكمامة، ولكن يفضل إن أنتوا اليوم ده ما تتعرضوش للأجواء الخاصة بالأتربة والشوائب العالقة اللي هتكون مثيرة، رياح مثيرة للمال والأتربة. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا يا دينا. شكرا. دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في السياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالهيئة القومية للأنفاق أعلنت عودة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT للعمل بالمواعيد الطبيعية، وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحاً، ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 مساءً، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 دقيقة مساءً، وبيتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12 صباحاً، وبيتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11 مساءً، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 11 مساءً، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور. النهاردة هيتم صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة عن شهر إبريل 2024 لجميع المستحقين، وبيبدأ الصرف من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد. وكانت عملية صرف معاش تكافل وكرامة قد انتظمت بالزيادة الجديدة عن شهر مارس 2024 من ماكينات الصراف الآلي الATM. النهاردة هيعود الطلبة والطالبات بالصفوف الدراسية المختلفة للمدارس بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك اللي بدأت الثلاث الماضي على مستوى محافظات الجمهورية، وبتستعد المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية اللي بتبدأ 8 مايو 2024. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر المسابقة، هيلتقي المقاولون مع بيراميدز الساعة 4 العصر، وفي تمام الساعة 7 مساء هيلتقي الأهلي مع الزمالك. واضح ان في خدمات بتقدمها الدولة المصرية لذوي الهمم. احنا شفنا من سنوات طويلة جدا ان في اهتمام حقيقي من الدولة المصرية في اكتر من مجال، يعني كان عندنا عام مخصص لذوي الهمم، الرئيس بنفسه القيادة السياسية بنفسها بتقابل ذوي الهمم، ودي في سابقة لم تحدث يمكن في أكتر من عهد، فأكتر من مناسبة الرئيس بيقعد معاهم بيسمعهم وبيتكلم معاهم بيعرف مشاكلهم. ده يمكن على طول يعني كتير كنا بنشوف ده، لكن في مجال الاتصالات على وجه التحديد يا مصطفى كان في مشاكل بيعاني منها ذوي الهمم. احنا في الحقيقه يمكن ما تطرقناش هذا الموضوع من قبل، لكن الدوله المصريه ابتدت ان هي تهتم بهذا الموضوع بالتحديد. فخلينا مره ثانيه نسال باشمهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. اتفضل يا مصطفى. صباح الخير يا باشمهندس، خلينا نعرف المشاكل اللي كان بيعاني منها ذوي الهمم في البدايه قبل ما نخش في الخدمات اللي حضراتكم بتعملوها. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير للساده المشاهدين. طبعا احنا في تواصل كبير بيننا وبين اخواتنا من ذوي الهمم،
واحنا كنا بنطلع مبادرات لاخواتنا من ذوي الهمم في الفترات السابقه، ولكن احنا قلنا ان احنا نقدر نطلع كل القواعد الخاصه بذوي الهمم مره واحده من خلال التواصل اللي بيننا وبينهم، ودي اللي هتحل المشاكل اللي هم كانوا بيعانوا منها. من اكثر المشكلات اللي كانوا بيعانوا منها اخواتنا ذوي الهمم اللي هو التواصل مع شركات المحمول، سواء التواصل عن طريق الكول سنتر او مركز تلقي الشكاوي، او اما يروحوا اي فرع من فروع شركات المحمول محتاجين ان حد يكون من الموظفين يقدر يتعامل معاهم باللغه الخاصه بيهم، وخاصه لغه الاشاره. وكمان المواقع والتطبيقات الخاصه به شركات المحمول تكون مؤهله او يقدروا يتعاملوا معاها، سواء كانت الكلام اللي موجود يتحول للغه الاشاره او يتحول لصوت لو كان من اخواتنا اللي بيعانوا من الاعاقه البصريه. طلعنا الزامات او قواعد دي خاصه بشركات المحمول واصدرناها في اول شهر ابريل، وابتدت شركات المحمول على الفور ان هي تبتدي في تنفيذ هذه القواعد. ده بالاضافه للخدمات والباقات اللي احنا كنا اصدرناها لاخواتنا من ذوي الهمم، اللي هي كانت خط 50% تخفيض، وده موجود في كل فروع شركات المحمول. كمان ألزمنا شركات المحمول بالكود الهندسي في كل الفروع اللي موجودة الخاصة بشركات المحمول، يجب أن هي تلتزم بالكود الهندسي سواء الرمبات أو الأماكن الخاصة بإخواتنا. وكمان يكون في أولوية ليهم في الحصول على الخدمات، يعني أي حد يروح الفرع هو ليه أولوية، ما يستناش الدور ويحصل على الخدمة بطريقة فورية. طيب هل في حاجات هم محتاجينها عشان يقدموها لشركات الاتصالات دي أو المتاجر اللي هم بيروحوها، ولا بس يعني بالشكل يعني لما بيروحوا لو في أي نوع من أنواع الإعاقة المتشافة بالعين يعني ساعتها بيتم تقديم لهم الخدمات بوجه سريع؟ تمام يا فندم، أي حد بيروح من إخواتنا سواء في الفروع بيحصل على الخدمة بطريقة فورية. لكن لو عايز مثلا يحصل على الخط اللي هو مخفض 50% وده خط دائم، بيكون معاه الأوراق الثبوتية الخاصة بيه، الإعاقة الخاصة بيه، وعلى الفور بيحصل على الخط. وإحنا عندنا كثير من إخواتنا حصلوا على هذه الخدمات بطريقة فورية. كمان الكول سنتر إذن بتاع الجهاز، الخدمة دي متاحة بالفعل دلوقتي صح؟ متاحة في كل فروع شركات المحمول، عندنا الأربع شركات المحمول عندهم الخط ده اللي هو عليه تخفيض 50%، وكمان يقدر يتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. احنا عندنا النهارده الكول سنتر بتاعنا موجود بلغه الاشاره، بيخش على موقع الجهاز وبيبقى فيه لينك موجوده لمركز تلقي الشكاوي، بيدوس عليها بتفتح له كاميرا، بيقدر يتواصل مع زملائنا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويشرح شكوته، وعلى طول الجهاز بيتواصل مع الشركات لحل الشكوى الخاصه بيه على الفور. طيب يعني عشان احط خط كده تحت كلام حضرتك فيما يتعلق تحديدا ب ان في اكتر من جهه، يعني احنا في عندنا اكتر من فئه من الفئات اللي بتندرج تحت بند ذوي الهمم، منهم الاعاقه البصريه، منهم الاعاقه السمعيه، منهم الاعاقه الجسديه، منهم الاعاقه الذهنيه. هل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حدد يعني كيف يتم التعامل مع كل نوع الابلكيشنز الخاصه او الخدمات الخاصه اللي ممكن نقدمها لهم، قواعد التسيير او التعامل معاهم، حددنا يا فندم الكلام ده؟ كل حاجه متحدده يا فندم، زي حضرتك بتقول كده، لكل نوع من الاعاقات دايما بتشوف ايه الحاجات او المشاكل اللي بيعانوا منها وبنحاول نحلها. يعني مثلا حضرتك بتتكلم على الاعاقه مثلا البصريه، هو ما يروح يشتري خط مثلا من شركات المحمول المفروض يطلع مثلا على العقد اللي بيمضي عليه ويعرف كافه الشروط، وبالتالي مثلا ألزمنا شركات المحمول في كل فرع يكون العقد موجود بلغه برايم، وبالتالي يقدر يقرا كل القواعد الخاصه بيه، ولما يجي يوقع يبقى عارف بيوقع على ايه. مشكله التواصل الخاصه باخواتنا من الاعاقه اللي هم الصم والبكم، خلينا التواصل كله يتم بلغه الاشاره. حتى قلنا في فروع معينه هيكون في موظفين، الموظفين الموجودين داخل الفرع هيتم تدريب بعض الموظفين على التعامل، عشان لما يروح وعايز يتكلم مع حد داخل الفرع يكون الموظف كمان مؤهل ان هو يقدر يتواصل معاه. الاعاقه مثلا اللي حضرتك بتتكلم عليها الحركيه، لا الرمبات وهو داخل بالكرسي داخل الفرع يقدر يدخل بكل سهوله وبكل يسر، ويكون كمان الكراسي والحاجات اللي موجوده داخل الفرع مؤهله ان هو يتحرك براحته جوه الفرع. لا دخلنا في كل تفاصيل وكل نوع من انواع الاعاقات.
طيب بما اننا بنتكلم عن المشاكل والشكاوى كمان، خليني اسال حضرتك انه بمناسبه الكلام عن الموضوع ده، المستخدمين او رصد الجهاز شكاوى من المستخدمين بعدد 322 الف شكوى ده خلال عام 2023 بس، كلمنا عن المشاكل دي، وهل من ضمن المشاكل دي مثلا وجود بعض التسهيلات بداخل يمكن المحال التجاريه والفروع ما يؤهل مثلا اصحاب الاعاقات من الاعاقات الجسديه اللي بيستخدموا كراسي متحركه مثلا ان هم يقدروا يبقى في حريه في دخول وطلوع من هذه المتاجر؟ ايه انواع الشكاوى؟ كلام حضرتك مظبوط يا فندم. احنا التقرير ده خلال عام 2023 فيه 322 الف شكوى تم تصعيدها للجهاز. طيب الشكوى دي بتوصل للجهاز ازاي؟ اي حد من مستخدمي الاتصالات، واحنا عندنا تقريبا 100 مليون مستخدم لخدمات الاتصالات بانواعها سواء محمول او ثابت او غيره، بيتصل بشركه المحمول او شركه الاتصالات الخاصه بيه، لو اتحلت المشكله الخاصه بيه تمام، لو ما اتحلتش بيقدر يصعدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. طب يقدر يتواصل معانا ازاي؟ احنا عندنا اربع وسائل للتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. عندنا الخط المختصر 155 من اي تليفون سواء ارضي او محمول يقدر يتواصل معانا، عندنا تطبيق الجهاز والابلكيشن بتاع الجهاز يقدر يبعت شكوته من خلالها، موقع الجهاز، ارقام على الواتساب. احنا عندنا نسبه حل الشكاوي خلال 2023 اكثر من 90%. اللي كان ملاحظ كمان خلال 2023 ان نسبه التواصل مع الجهاز بالوسائل الرقميه وصل 19%، يعني اللي بيتصلوا على الكول سنتر الخاص بجهاز 155 دول 81، ولكن نسبه الوسائل الرقميه زادت، وده يعني ان احنا قدرنا نوصل لفئات اكثر من المجتمع وخاصه فئه الشباب لانهم اكثر اللي بيحبوا يستعملوا الوسائل الرقميه للتواصل. بالنسبه للمشاكل الخاصه بالمحمول كانت عندنا نسبتها 39%، وكان الحاجه الكويسه جدا ان نسبه الاستجابه لاي شكوى محمول تم تصعيدها للجهاز كانت حوالي اقل من نص يوم، يعني اقل من نص يوم كان بيتم حل الشكوى. وكان عندنا مشكله كبيره جدا جدا بيشتكي منها المستخدمين، اللي هي بيقولوا بيتخصم مني مبالغ ورصيد وبشترك في خدمات انا لا اعلم منها شيء. دايما الشكاوي ما بنبصش ان احنا نحل بطريقه ترديه، احنا بنرصد الشكاوي اللي بتبقى برقم كبير جدا وبنحاول نصدر ليها تعليمات تنظيميه للشركات بحيث ان الرقم ده يقل. الشكوى اللي انا اتكلمت عليها دي كانت من فتره من اكثر الشكاوي اللي بنشوفها خاصه لمشتركي خدمات التليفون المحمول، النهارده نزلت بنسبه كبيره جدا، نزلت لاكثر من 80% بعد ما الجهاز اصدر الكود المختصر اللي هو نجمه 155 شباك، اللي بيقدر اي مواطن يستخدمه بطريقه مجانيه ويعرف كل الخدمات اللي هو مشترك فيها ويقدر يلغيها من خلال هذا الكود. بنشكرك يا فندم مهندس محمد ابراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب كمان خلينا نتكلم في موضوع تاني يا مصطفى، هو عن بطلة كده من أبطال مصر اللي مشرفينا في المحافل الدولية، يعني خلينا نتكلم عن البطلة غادة ندى لاعبة منتخب مصر للتجديف اللي قدرت أنها تحصد المركز الأول في نهائي سباق تجديف 2000 متر سيدات في بطولة كأس العالم 2024 واللي تم تنظيمها في إيطاليا. سعيد جدا لما بشوف النماذج دي، وخصوصا أن كان عندنا ما يعرف يعني الصحافه بتطلق عليها اسم الرياضات الشهيده، يعني هي ما بتاخدش الضوء من وسائل الاعلام كما ينبغي. رياضات كتير جدا، جودو، تايكوندو، حاجات كتير، واحنا متفوقين على فكره فيهم جدا. السكواش على فكره عاملين في ريت عالي جدا، لكن خلينا نشوف عملنا ايه في التجديف. على الهاتف معنا البطله غاده ندى لاعبه منتخب مصر للتجديف. اهلا بيكي والف مبروك، وكلام كبير جدا سمعناه. هل كنت متوقعه فعلا يعني تحصدي المركز الأول في بطولة عالمية وكبيرة زي دي، ولا كنت شايفة أن الموضوع ده صعب جدا أنه يتحقق؟ أهلا بحضرتك. هو المركز كان المركز الأول في فاينل سي، احنا بنتقسم يعني بتبقى زي تصفيات كده، وبعد كده حد بيطلع فاينل اي او مثلا 6، تاني 6 فاينل بي، تالت 6 فاينل سي كده، يعني زي كده. فالحمد لله على فاينل سي انا طلعت اول. هو مفيش حاجه بتبقى صعبه، وبرضه في نفس الوقت مفيش حاجه سهله،
بس هي بس الموضوع كمان في التجديف كمان بيحتاج عزيمة وإصرار، إن كل واحد بيبقى عايز هو بس يعني هو اللي يكسب، فالموضوع بيبقى الاحتكاك بيبقى قوي جدا خصوصا المنافسات الدولية وكده. فالحمد لله يعني طبعا يعني كان عندي برضو بطولة من شهر، الحمد لله بطولة كأس العالم المرحلة الأولى دي الحمد لله أديت فيها أحسن من اللي قبلها، فيعني الاحتكاك أكتر كمان بيدي خبرة أكتر، خصوصا يعني أنا برضو مش ما عنديش برضو الخبرة الكافية، بس الحمد لله يعني لما نزلت كذا مرة فالحمد لله كل مرة بتبقى أحسن من اللي قبلها، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني كل مرة يبقى فيه أرقام جديدة بإذن الله. طيب غادة احكي لنا كده، أول حاجة مبروك، ألف مبروك على الفوز الكبير، واحكي لنا كده يوم المسابقة كان عامل إزاي؟ هل كان في عوامل مساعداكي شوية، المية كانت هادية، ولا إحنا في جو شوية متقلب اليومين دول، كان في رياح، كانت عاملة إزاي؟ احكي لنا كده أجواء المسابقة اليوم ده كانت عاملة إزاي؟ الله يبارك في حضرتك يا رب. اي والله هو برضه هنا برضه متقلب جدا، بس الحمد لله اخر ايفنت ده ايوه كان الى حد ما كان كويس. طبعا يعني المدربين يعني عندهم الحمد لله الخبره الكافيه، ان هم هو شايف الطقس النهارده كذا، فهو بيبقى عارف انا همشي ايه، همشي ازاي، اعمل ايه، لان طبعا الظروف متغيره وبيبقى في يعني كذا حاجه، فالموضوع بيبقى مختلف تماما في لحظه معينه، المفروض بعمل كذا، بمشي عالي، بمشي واطي، بركز على باور معين، الباور هيبقى كذا، فكل الحاجات دي الحمد لله يعني مدرب كان معايا كابتن محمد جمعه ومدير فني كابتن محمد طه، فالحمد لله هم يعني لازم بيتكلمونا قبل السباق، والمفروض ان يعني بيتابعوا طبعا الطقس وكده، فعلى اساسه ان احنا بنتكلم، فالحمد لله يعني انا ببقى نازله اللي هو انت يعني ان انا مطمنه مبدئيا. طبعا بيكلمونا على اللعيبه اللي موجودين التانيين اللي هم المنافسين اللي معانا، دي كذا دي كذا دي مثلا ممكن بتعلى في الفينش سكه السبق، الكلام ده كله، كل الحاجات دي يعني حاجات خاصه بالتاديف يعني. فالحمد لله بيبقى في بيشيلوا جزء يعني جزء كبير من على اللاعب بحيث ان هو يركز في السبق نفسه بس يعني. صحيح. طيب الحمد لله يعني لو اتكلمنا عن منتخب مصر للتجديف، لو ناخد الصوره الاعم والابرز، هل المنتخب قدر ان هو يحقق بطولات في السنوات الخمس الاخيره في المشاركات والمنافسات الدوليه؟ يعني كلمينا عن التحدي اللي بيقابل منتخب مصر للتجديف عالميا. الحمد لله احنا عندنا الحمد لله رب العالمين الاولمبيك السنه دي احنا اتاهل من عندنا الثلاث ايفنتات اللي هم في افريقيا، بس هي الكوتا المفروض ان الرولز بتاعها ان هي ان كل بلد تاهل مركبتين اثنين بس، فتاهل اثنين وان شاء الله يعني انا المفروض ان انا كنت اتاهلت، بس ليا عندي اللي هو الاعاده التاهيل ملحق التاهيل اللي هو في خمسه ده، ان شاء الله باذن الله اعمل فيه نتيجه يعني واتاهل باذن الله. كل الايفنتات الحمد لله اللي شاركنا فيها عملنا فيها نتائج كويسه جدا، وعلى مستوى افريقيا الحمد لله يعني اللعيبه الكبار بتوعنا الحمد لله دايما بيجيبوا اول، فلا يعني الاحتكاكات الحمد لله كويسه، وطبعا الخبره الاكتر بتدي نتائج احسن يعني، كل ما بنحتك اكتر فبتدي نتائج احسن يعني بطبيعه الحال. احنا بنشكر الاتحاد المصري طبعا الحمد لله يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشير في معظم البطولات طبعا. يعني او الى حد ما كل البطولات الدوليه، فالحمد لله يعني ان شاء الله نتائج كمان مش التجديف بس، عندنا رياضات كتير جدا في الحقيقه احنا قدرنا نحقق فيها نماذج او بطولات، وخصوصا فيما يتعلق بالبطولات اللي زي ما بنقول عليها كده او الرياضات الفرديه او الرياضات اللي ما كانتش واخدها اهتمام كبير، ودي انجاز كبير لمصر في السنوات الاخيره. بنشكرك البطله غاده ندى لاعبه منتخب مصر التجديف، وبنبارك لك مره ثانيه. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز اهم واخر الانباء مع دينا، اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت، الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم.
طالب وزير الخارجية سامح شكري نظيريه الإيراني والإسرائيلي خلال اتصالين هاتفين منفصلين بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن سياسات حافة الهوية والاستفزازات المتبادلة التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ونقل وزير الخارجية إلى نظيريه الإيراني والإسرائيلي استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة. كما أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين حول تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك عقب الهجوم العسكري الإيراني ضد أهداف إسرائيلية وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد على خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية بشكل بات يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. وتبادل شكري وبلينكين الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، حيث أحاط الوزير شكري نظيره الأمريكي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تطلع بها مصر مع الجانبين الإيراني والإسرائيلي لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل، وخلال الجلسة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا قدرة لمنطقة الشرق الأوسط ولا للعالم على تحمل مزيد من الحروب. وقال غوتيريش إن الشرق الأوسط على حافة الهوية وإن شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق. كما قال ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إن إسرائيل انتهكت وثائق الأمم المتحدة بالاعتداء على قنصلية بلاده بدمشق. وفي كلمته أمام مجلس الأمن أكد ممثل إيران في الأمم المتحدة أن القوات الإيرانية شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار حق الرد، مشيرا إلى أن رد طهران كان ضروريا ودقيقا وتم تنفيذه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين. أكد نائب المندوب الأمريكي بمجلس الأمن أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران، مشددا على ضرورة إدانة مجلس الأمن سلوك إيران. وقال نائب المندوب الأمريكي إن تصرفات إيران تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها. ومن جانبها دعت مندوبة فرنسا بمجلس الأمن إلى خفض التصعيد وضمان أمن إسرائيل وشركائها في المنطقة. كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن أن موسكو حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا من عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الهجمات ضد إسرائيل نفذت بدقة عالية. وأكد رئيسي أنه تم خلال العملية عرض قوة الصواريخ الإيرانية والمسيرات بشكل جيد، مشيرا إلى أن العملية استهدفت مراكز عسكرية وتمت بتنسيق كامل بين الميدان والدبلوماسية. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل والأفراد الأمريكيين. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد، مؤكدا عزم بلاده على مواجهة إيران والدفاع عن إسرائيل بمشاركة الحلفاء. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا شمال غرب مخيم نصيرات ما أسفر عن شهداء ومصابين، كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح وخان يونس ما أسفر عن شهداء ومصابين. من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت بقذائف الهاون مركزا للتحكم والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال بمحيط جامعة فلسطين شمال النصيرات. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
وكعادتنا دايما في صباح الخير يا مصر بيبقى عندنا احتفال باي يوم عالمي بتقر الامم المتحده او بيبقى يوم عالمي بشكل عام. النهارده هو اليوم العالمي للفن. اليوم العالمي للفن ده يوم بيحتفل بيه العالم من اجل تعزيز الوعي بالفنون الجميله في كل انحاء العالم. اليوم العالمي للفن ايضا بيكون مخصص من اجل تعزيز الروابط ما بين كل الإبداعات الفنية من جانب وكل المجتمعات من جانب آخر. يعني الفن في مصر يعني بنشوفه في كل مكان يا مصطفى من قديم الأزل. طب. بنشوف المعمار المصري القديم سواء من الدولة الإسلامية أو حتى طبعا طبعا من المعابد الفرعونية والنقوش اللي بنشوفها يمكن على الحيطان في هذه المعابد. بالتأكيد مصر بتعتبر من رواد الفن والفن التشكيلي على وجه الخصوص. لو بنتكلم عنه مصر مرتبطة ارتباط وثيق بالفنون المصرية القديمة زي النحت والرسوم والنقش. ده بدأ من العصر الفرعوني وامتد للعصر الإسلامي الحديث. كمان بنشوف فيه العديد من الفنون. مصر فعلا رائدة للفنون والإبداع. فهنتكلم عن الموضوع ده وتاريخ الفن المصري بالتحديد في اليوم العالمي للفن مع الدكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. منورنا يا فندم وصباح الخير عليك. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني في اليوم العالمي للفن ايه الرساله اللي نوصلها للعالم النهارده عن التاريخ المصري الممتد من الفرعوني للحديث؟ طبعا بنتكلم عن الفن التشكيلي. هو في البدايه الفن المصري القديم منذ العصر البدائي وحتى الان هو بيعكس الحضاره المصريه وبيعكس إن الإنسان ده عاش على ضفاف هذا النهر وأنتج هذه الحضارة العظيمة. الحضارات إحنا شفنا منجزاتها ما كانش فيه تسجيل إلا من خلال الفنون، سواء كانت فنون نقش أو رسم أو حفر أو نحت أو عمارة أو الفنون المروية من أغنيات وأمثال شعبية ومأثورات وحكاوي وأساطير. فبهذا المعنى نقدر نقول ان التراث المصري هو عبارة عن سجل كبير جدا بيضم كافة هذه الفنون واشكالها اللي صورت الحياة المصرية منذ قديم الازل وحتى الان. دعونا بس في البداية نتجاوز كلمة الفن الفرعوني ونقول عليه الفن المصري القديم. طبعا. لان برعون معناها بيت فرعون، زي ما نقول مثلا ايه ان القصر قال كذا، يعني نقصد ان الملك اللي قاعد في القصر او الباب العالي اللي هو بنتكلم عن المصريين القدماء كلهم بالظبط كده. وبعد كده مرت مصر بحقبات عديده متمثله في المصري القديم، ثم فتره الجريكو رومان، ثم الفتره القبطيه، ثم الفتره الاسلاميه من اول دخول عمرو بن العاص مصر في حوالي 20 هجريا وحتى الان. وتحت بقى ده كله في الفنان الشعبي البسيط اللي كان شغال تحت المصري القديم والقبطي والاسلامي. لا، وفي حته ثانيه خلينا بقى نتكلم على القاهره الخديويه والقاهرات المحروسه. ولكن قبل ما نخش ونقسم الكلام ده ناخدهم واحده واحده. الفن في عهد المصريين القدماء ظهر على المقابر، ظهر على المعابد، ظهر في منحوتاتهم الرئيسيه، ظهر في كل الاثار اللي جاتهم. ماذا يمثل الفن المصري القديم بالنسبه للعالم؟ ماذا اضاف للبشريه بشكل عام؟ ده هو مش مساله اضاف، هو اول صفحه في كتاب التاريخ هي اللي كتبها المصري القديم. يعني لما نقول كده الف ب حضاره او فن، هو عند المصري القديم. طب، عماره، فنون، عند المصري القديم. الفن عند المصري القديم ممكن نقدر نميز بين نوعين من الفن. الفن الرسمي اللي كان بيتعمل للملك، للإمبراطور، للقائد، للأمراء، وده كان فن رسمي ليه سمات معينة. فكان الملك يتعمل التمثال بتاعه والنحت بتاعه في عز الشباب. لو كان الملك ده عنده 90 سنة لازم بنعمل له التمثال بتاعه في عز الشباب عشان لما يبعث مرة أخرى يبعث على هذه الهيئة وفي كامل قوته، لأنه قبل كده كان هو ظل الإله وبعد كده كان نصف إله إلى أن أصبح هو الإله أو ابن الإله، فلازم يصور بهيئة جمالية راقية جدا.
في نوع تاني انواع الفنون المصريه القديمه، ده بقى الفن الشعبي. الفنان اللي كان بيعمل هذه العمائر العظيمه لما كان بيخلد الى نفسه ويقعد مع بعض، ففي بقى مقابر اسمها مقابر الفنانين التشكيليين، فكان يعمل رسومات بسيطه جدا، فدي اللي ورتنا الحياه عامله ازاي. وفي برديات مشهوره مصريه قديمه موجوده في ايطاليا، تحديدا في متحف تورنيدو، هتلاقي فيها رسم رسوم هزليه، وهي البدايات الاولى لفن الكاريكاتير والرسوم المتحركه في العالم. في العالم فعلا. توم وجيري تحديدا، يعني القط والفار والصراع الازلي ما بين الخير والشر، والصغير اللي هو الذكي الشاطر اللي بيعمل مقالب، والكبير اللي عنده القوه بس ذكائه محدود. ده رصد فين يا فندم؟ موجود فرنيدو. موجوده في في المتحف في تورنيدو، لكن هنا يعني لما اكتشفوها في مصر كان لقوها فين؟ في مقابر دي فين؟ دي في عصر الاسره ال18، وفي موجود بعدها في الفنون القبطيه ايام الدوله الرومانيه مثل هذه الرسوم. يعني في رسمه موجوده في المتحف القبطي المصري اللي هو موجود عندنا في مصر القديمه، بيبين ان القط هو عبارة عن الدولة الرومانية المريضة، والفار بيقدم لها الدواء. في رسمة تاني مصرية قديمة عايز مثلا يسخر من الغناء وقتها، فعمل فرقة من أسد وحمار وتمساح عاملين مسكين. إذن إحنا ابتدعنا هذا الفن. بالظبط. عايز اتكلم على حته كمان تانيه مهمه جدا، وهي النحت. يعني نتكلم على النحت على وجه التحديد في الدوله القديمه والوسطى والحديثه. كلمني عن اهميه او اللي احنا كمان يمكن قدمناه للعالم. هل احنا ابتدعنا ده كمان ولا جالنا من بره؟ ايه اللي حصل؟ الفن المصري زي ما قلنا، الفن المصري القديم كان فن رسمي، فكان ليه تقاليد. تقاليد الوقفة والقعدة والحاجات اللي زي كده بتطلع بأشكال مثالية، لحد ما جه في الفترة بتاعت إخناتون. إخناتون غير في الديانة فتغير شكل الفن، فاحنا لأول مرة بنلاقي الملك بيداعب بناته ويقبل بناته ويتصور هو وزوجته والبنات بيلعبوا معاه. أول مرة نشوف حد بيصور الملك بهيئته إن كان مريض وعنده استسقاء وبطنه كبيرة وشفتاه غليظة، فيتم تصوير هذا الملك وكأنه شكل طبيعي وإنسان طبيعي. وغير بقى إخناتون ونقل العاصمة بتاعته من طيبة اللي هي الأقصر إلى تل العمارنة موجودة في المنيا، فتغيرت أشكال الفن. بعد إخناتون رجع تاني الفن للشكل الكلاسيكي. في الفترة الجريكو رومان حصل تزاوج ما بين المصري القديم وما بين الفنون الرومانية اليونانية والرومانية طبعا. حتى لما جه الإسكندر الأكبر فحاول يتقرب من المصريين وسمى نفسه ابن آمون علشان يقدر يلاقي له مخرج. هنلاقي الموضوع ده اتكرر بعد كده لما جه نابليون بونابرت في مصر 1798، لبس العباءة الإسلامية والعمامة علشان يتقرب من المصريين. ايه اكتر حاجة نقدر نتقرب بيها؟ الدين، سواء حصل في الدولة المصرية القديمة او في العصر الحديث. فدايما المدخل بتاع الدين، لان في الحقيقة الاديان دايما هي اللي كانت المرآة اللي بيعبر من خلالها الفن. صحيح. يعني اعظم المنحوتات واعظم الكاتدرائيات والعمائر الدينية كانت تعبيرا عن الدين. طيب مش هنتكلم عن النحت، انا عايز اتكلم عن الالوان. ولما احط الالوان دي تحت يعني عنوان المصريين القدماء، انا بتكلم مثلا على سبيل المثال على قناع توت عنخ امون اللي اذهل العالم بالوان تركوازيه والوان ما كانتش موجوده في عصرها. يعني احنا حتى في عصرنا الحديث اكتشفناها مؤخرا من بعد التسعينات بقت تظهر في الموضه وخلافه. درجات الالوان دي جت ازاي عند المصريين القدماء؟ ازاي قدروا يعملوا هذا الشكل من الروعه في النحت والاداء وخلافه؟ هو طبعا الالوان كان بيجيبها كلها الوان طبيعيه، بيجيب الاحجار ويسحقها ويحط ويطلع لها منها اللون. الالوان دي ممكن نضيفه بقى كمان غير كده اللي هي تكنولوجيا الخامات وتكنولوجيا الالوان. يعني على ذكر قناع توت عنخ امون اللي حضرتك قلته دلوقتي، لحد الان هو معمول من شيت واحد من الذهب. اماكن اللحامات احنا مش عارفينها، مش مع يعني ده لازم تكون اتعملت بالليزر مثلا. فلازم يكون هو قدر يسيطر على قوه الطبيعه علشان يقدر يصل الى هذه الدقه.
لو نيجي لفنون تانية زي فنون الخزف، لما أي حد مثلا يلاقي طبق صيني عنده أو فنجان في البيت لازم يلاقيه من تحته كده في مكان معلهوش الجليز أو الطبقة اللي بتلمع علشان الطبق ده يتحط في الفرن ويتحرق. فلو كان كله متغطي بالجليز هذه الطبقة الزجاجية هيلزق في الفرن. المصري القديم كان بيدهنه كله جليز ويتحرق ويخرج لينا وملوش أي مكان لزق في الفرن، يعني معنى كده أنه كان متعلق في الهواء. احنا مش عارفين لحد دلوقتي كان بيقدر يحرق المشغولات الخزفية بتاعته وهي عليها هذه المادة الصهارة التي تعلق بالأفران، مش عارفين اتعملت ازاي لحد دلوقتي. يعني كمان كتير من خلينا نقول الثيريز يعني او النظريات بتقول ان حتى الملكات المصريات كانوا بيستخدموا الالوان كمساحيق تجميل. يعني ده الميك اب دي حاجه كبيره قوي يعني دي نظريه يعني مش عارفين مدى صحتها. لكن خلينا نتكلم عن الحضاره المصريه القديمه اللي مدت العالم كله باشكال معماريه فريده ومتنوعه زي المقابر الملكية والمعابد والسدود. الأشكال والرسومات دي إزاي عكست قوة تاريخ الفن المصري في العالم؟ هنيجي مثلا المعابد. معبد مثلا زي معبد الكرنك. معبد الكرنك ده اتبنى على مدار مئات السنين، فكان كل ملك يجي فكان يعني إيه بيحتفل أو يبتهج أو يسعد إن هو يحط طوبة في هذا المعمار. إحنا لما نلاقي التصميم بتاع المعبد هنلاقيه متصمم على هيئة البني آدم، يعني الرجلين هي عبارة عن طريق الكباش بتاعت البني آدم، وبعد كده الجسم اللي هو بهو الأعمدة، وبعد كده قدس الأقداس أو الحجرة المقدسة اللي فيها الرب أو آمون هي عبارة عن المخ أو الرأس بتاعت الإنسان. هنيجي برضو في العمارة الإسلامية، لما جه الفنان المصري المسلم عمل العمارة الإسلامية عملها متوافقة مع البيئة. البيئة عندنا حر فيعمل المسجد أو الجامع الصحن بتاعه مفتوح عشان يكون متجدد الهواء. إحنا البلاد بتاعتنا شمس شديدة فما يلونش على الحجر، وما اللي يعمله إزاي يحفر على الحجر فيخليه غائر وبارز. فإحنا لما بنشوف العمائر الإسلامية هي عبارة عن غائر وبارز، فأنا أشوفها في الظل وأشوفها في النور، زي مثلا العمائر الإسلامية اللي موجودة في بلاد تانية، بلاد مثلا بخارة وسمرقند تلاقي مغطاة بالبلاطات القيشاني الملونة غير مصر. فهو قدر يدرك الأجواء المصرية وقدر يقدر يصمم هذه العمارة البيئية. نرجع للكلام اللي احنا كنا بنتكلمه في الأول خالص، ليه المصري فنان؟ أنا أتصور إن الشعب المصري من الشعوب اللي هي فضلت في مكانها وبشكلنا دون وبوقتنا دون من قديم الأزل وحتى الآن. احنا عندنا حدود طبيعية، عندنا البحر المتوسط في الشمال، عندنا البحر الأحمر في الشرق، عندنا الشلالات في الجنوب، عندنا صحراء في الغرب، فعبارة عن محمية طبيعية للبني آدمين. في نهر النيل، فتلاقي المقريزي وابن إياس لما بيتكلموا عن المصريين بيقولوا وجدنا، ويعني نقلا عن ابن خلدون اللي بيقول رأيت ان المصريين دول وكأنهم فرغوا من الحساب، يعني اتحاسبوا وخلاص وقاعدين وبيهزروا ويتبسطوا. فدي سمة الشعوب الزراعية. الشعوب الزراعية بتستوطن، بتقعد في المكان، بتعمر، بتبني، ما عندهاش الخوف من المستقبل. صحيح. ما عندهاش الخوف ان حد يهجم عليها، غير المجتمعات البدوية اللي هي بتجري وراء الكلأ، وراء شوية أعشاب هنا، شوية مطرة يعني بينزلوا هنا. لكن عشان كده الهدوء النفسي ده هو اللي خلى الموضوع ده. ده حقيقي. هتلاقي مثلا عامل تاني وقد يكون عامل ضعف، ولكن المصري خد منه عامل قوة اللي هو مثلا المستعمر. المستعمر لما جه مصر المصري في بعض الأحيان مثلا مش قادر يقاومه بالسلاح، فابتدى يتهكم عليه، يسخر منه ويطلع النكت عليه، ويتهكم على غريب كلامه وغريب لبسه. من أيام المصري القديم والهكسوس إلى العصر الحديث اخترع الأراجوز. صحيح. ما هو الأراجوز دون هو أداة نقد السخرية، ما يقدرش يقوله فيخلي حد تاني يقول على لسانه اللي هو عاوز يقوله ويوصل للرسالة بتاعته. الحاكم بأمر الله لما كان موجود في مصر وادعى الألوهية
فالناس يعني عايزين يقولوا له يعني انت بطل كده يعني. فعملوا له تمثال على هيئه واحده ست ومعاها بطاقه، والبطاقه دي فيها سؤال بيقولوا له يعني احنا رضينا بالكذب والحماقه، فان كنت اوتيت علم غيب فقل لنا من كاتب البطاقه. صحيح. مين اللي كتب هذه البطاقه؟ طبعا انا سعيد انك توقفت عند وحرق القاهره بعدها. صحيح. كلكم بالظبط. سليم الاول، سليم الاول عندما اتى للقاهره فكر ان هو ينقل مقر حكم الدوله العثمانيه من الاستانه للقاهره بعد ما انبهر بفنونها وبمعمارها اللي كان يعني معمار زاهر وفي نفائس معماريه عظيمه جدا من العصر المملوكي. ولما فشل ان هو ينقل العاصمه قرر ان هو ياخد امهر العمال المصريين، من الناس اللي بتعمل الخزف، من الناس اللي بتعمل الخشب، من الناس اللي بنت المآذن، علشان يكرروا هذه النسخ داخل الأستانة. وبعد كده اتقال على هذا الفن فن عثماني، رغم ان هو في الاصل فن مصري خالص، وبنشوفه في كل العواصم العربية ان هو فن عثماني، لكنه في الاصل فن مصري. ممكن نحط خطين حوالين هذا المقطع دكتور؟ هو نقول مثلا ان الفنون الإسلامية كان ده ليها سمت عام متاخد من العقيدة الإسلامية، زي التوحيد، زي التكرار، التسبيح، السمات العامة دي. بس كل بلد أضفت السمة اللي عليها، النكهة بتاعتها. بالظبط. وبعدين هم المسلمين لما انتشروا في الأرض ما راحوش على أماكن قفر يعني، لا ده راحوا على حضارات، راحوا على فارس وبيزنطة ومصر الفرعونية أو المصرية القديمة واليمن، يعني بلاد عظيمة يعني وليها حضارات عظيمة. سليم الأول لما جه مصر وشاف العمارة العظيمة دي، شاف مثلا مسجد أو مدرسة السلطان حسن، قال هذه عمارة القلاع لأنها معمول زي القلعة. ولما شاف مجموعة الغوري قال هذه عمارة التجار لشدة ما صرف عليها من أموال وبزخ. ولما شاف جامع المؤيد شيخ قال هذه عمارة الملوك، يعني وصف كل حاجة بوصفها. على ذكر اللي حضرتك قلته، يقال أنه مشي بقافلة من مصر عبارة عن 1000 جمل محملة أي حاجة بقدر يخلعها، خدها بيبان، عمدان، كل ده خلعه وخده، و1000 سفينة علشان يقدر يحمل القماش والذهب وكل ده، وخده معاه في تركيا. طب احنا مسامحين في ده، لكن العمال بقى يعني من صنع هذا الامر؟ النحاسين، الخياميه، الناس اللي عملت المآذن، اللي عملت المشربيات، اللي عملت، الناس دي هي القوى العامله زي ما يقولوا كده، المان باور. هو يقال ان هو خد مجموعه كبيره جدا من العمال المهره، يقول لك حتى بطلت 50 صناعه في مصر، يعني في 50 صناعه بطلوا وقفوا. بس في الحقيقه لما نرجع للتاريخ، المجموعه اللي سافرت دي في منها مجموعه بسيطه جدا هي اللي بقيت، واغلبهم رجع. بعد كده جه ابنه اللي هو سليمان القانوني واعطاهم عهد، يعني اللي عاوز يرجع يرجع، فرجع منهم ناس كتير. بس عاوزين بقى نقول اللي حصل ايه؟ ان حصل خفوت في الفن في الفتره العثمانيه. يعني لما نشوف المدارس العثمانيه والجوامع العثمانيه المبنيه، مش بعظمه طبعا احنا وصلنا للذروه في عصر المماليك، وخصوصا المماليك الجراكسة كان يعني قمة المعمار وقمة الزخارف والعظمة والثراء. يعني كان احنا مثلا لما نمشي في شارع المعز، يعني ليه جامع جنب جامع جنب جامع؟ يعني الدنيا زنقت. هو زي ما المصري القديم كان كل ملك يعني يفتخر ان هو حط طوبة في معبد الكرنك، كان كل ملك وأمير بيفتخر أنه هو حط لبنة في الشارع الأعظم وقصبة القاهرة اللي هو شارع المعز لدين الله. وكانت المباني دي وظائفها متغيرة، ناس بتفتكر أن كلها جوامع، لا، كان ده في بيمارستان اللي هو المستشفى، البيمارستان المنصوري بتاع المنصور قلاوون، وفي يعني مكان مخصص أنه هو جامع، وفي مدارس، مدارس، المدرسة غير الجامع، غير الزاوية، غير التكية، غير الخنقاء، غير الكتاب، كل واحدة ليها وظيفة. يعني هنلاقي مثلا في شارع الصليبة هنلاقي منشأتين قدام بعض للأمير شيخه العمري، والاتنين بمأذنتين وكده، بس واحدة جامع
والتانية مكان للمتصوفة. الناس ما تعرفش ان الناس بتفكر كل دول جوامع. لا دي ليها وظيفة ودي ليها وظيفة تانية خالص. على كل حال بنشكرك دكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، نشكرك يا فندم على وجودك معنا وعلى أكيد المعلومات القيمة اللي حضرتك زودتنا بيها في خلال الفقرة، بنشكرك. شكرا. شكرا جزيلا فندم. وخلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرة معكم في صباح الخير. عشاء السحرة المستديرة في مصر وفي الوطن العربي، بننتظر اليوم مباراة الأهلي والزمالك في قمة 127 على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بالدوري المصري، وبيأمل سويسري كولر مواصلة تفوقه على الزمالك. في نفس الوقت جوميز مدرب الزمالك بيبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية مؤخرا. التفاصيل، القمة الكروية الأشهر في مصر ما بين القلعة الحمراء والقلعة البيضاء، بصحبتنا الأستاذ محمد مهدي الناقد الرياضي هيكلمنا عنها، وبالتأكيد في تفاصيل وفي كواليس كبيرة جدا في هذه المباراة. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، صباح الخير وصباح الخير على كل المشاهدين. في البداية عايزين نعرف منك المديرين الفنيين خططهم إزاي في هذه المباراة؟ بس خلينا يعني ناخد فرق بين كولر في النادي الأهلي، مستمر لي فترة مع النادي الأهلي، حقق عديد من البطولات، عنده قوام أساسي ثابت في التشكيل، ولكن بيمر بفترة صعبة لأنه عنده إصابات كتيرة جدا في كل الخطوط، من بدايه من محمد الشناوي لحسين الشحات لبيرسي تاو لامام عاشور ومروان عطيه، فبالتالي انه الاهلي عنده 7-8 اصابات هياثروا على اداء النادي الاهلي. الناحيه الثانيه جوميز لسه مدرب جديد مع النادي الزمالك، بيمر يعني بمستويات مش ما نقدرش نقول ان هي يعني 100% لانه خسر ماتشات وتعادل ماتشات وكسب ماتشات، ولكن مع التوليفه مع الصفقات اللي اتعملت في الانتقالات الشتويه الزمالك يسير بخطى ثابته. خسر نهائي الكاس في السعوديه من كولر 2-0، ورجع الدوري خسر ماتش في الدوري، ثم في الكونفدراليه قدر يعني يفوز على فيوتشر ويتاهل للدور التالي، ماشي كويس في الدوري، كسب الاتحاد بثلاثيه نظيفه، فبالتالي انه يعني بدا يحط ايده على بعض النقاط القوه والضعف في نادي الزمالك، عكس كولر ليه فتره كبيره مع النادي الاهلي حافظ كل كبيره وصغيره. كولر كمان عنده ميزه انه لعب 4 ماتشات مع نادي الزمالك كسب ال4 ماتشات في الدوري وفي الكاس وفي السوبر. فبالتالي انه القصه بين المدربين، لا كولر يعني ماسك نفسه، هزيمته النهارده او فوزه طبعا هيأثر في جدول الدوري، لان الاهلي في مرتبه متاخره في جدول الدوري لانه يعني عنده عدد من الماتشات المؤجله ما قدرش يلعبها عشان خاطر يعني مشاركته في السوبر الافريقي ودوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا. الزمالك ايضا عنده ماتشات مؤجله عشان كان بيلعب في الكونفدراليه، ولكن مع الغيابات فتقدر الجمهور يدي شويه عذر لكولر انه في حاله التعادل او الخساره النهارده من الزمالك، ولكن الطرف الاخر ما فيش اي اعذار عند نادي الزمالك، القوام مكتمل، كل اللعيبه موجوده، يعني بيمروا بفتره كويسه جدا، بيكسبوا يعني في افريقيا او في الدوري المحلي، فبالتالي اي خساره لنادي الزمالك النهارده جمهور نادي الزمالك اعتقد ان هو مش هيسكت لا على اللعيبه ولا على جوميز يعني. طب خلينا نتكلم عن غيابات نادي الاهلي، ايه الغيابات الموجوده النهارده؟ الاهلي عنده طبعا غيابات يعني ناس من فتره، محمد الشناوي يصيب مع المنتخب وشارك بدل منه مصطفى شوبير وظهر بمستوى ممتاز مع النادي الاهلي محليا وافريقيا. متوسمة خير جدا في شوبير، مصطفى شوبير ماشي كويس مع النادي الاهلي وبيحافظ على يعني نظافه شباكه في افريقيا، كمان عامل ماتشات كويسه جدا مع النادي الاهلي. الكابتن حسام حسن مدير فني المنتخب ضمه لمعسكر المنتخب في مارس الماضي. عندك بعد كده الغيابات، عنده غيابات في الدفاع، ياسر ابراهيم مش موجود ولكن عنده بديل رامي ربيع، عنده غياب مؤثر هو مروان عطيه في نص الملعب، امام عاشور في نص الملعب، غيابات مؤثره جدا على النادي الاهلي، اثنين من القوام الاساسي وبيشاركوا بصفه مستمره ومؤثرين مع النادي الاهلي. غياب الاثنين عن ماتش النهارده هيدي نوع من المشكله عند كولر في نص الملعب، لانه كمان غياب اليو ديانج من فتره كبيره، فبالتالي نص الملعب بتاع النادي الاهلي النهارده بتتكلمي في 3-4 لعيبه اللي موجودين، عمرو السوليه واحمد كوكا وكريم نيدفيد العائد من الاصابه ومحمد مجدي قفشه، دول الاربع عناصر في نص الملعب اللي موجودين مع كولر، هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب، فبالتالي خياراته قليله جدا في نص الملعب، ودي اللي ممكن تعمل مشكله النهارده لكولر في نص الملعب، خصوصا انه الناحيه الثانيه الزمالك عنده وفره في نص الملعب بالماتشات اللي فاتوا وظهروا بشكل ممتاز جدا. صحيح. دونجا ومحمد شحاته وعبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر، لكن الزمالك بيعاني من 5 غيابات، وخلينا برضو نبقى يعني ايه يعني منصفين. طب ممكن مش ده مش مؤثره زي غيابات النادي الاهلي، لو شفت غيابات النادي الزمالك شيكابالا ليه 3-4 ماتشات ما بيلعبش مع نادي الزمالك، فبالتالي ما نقدرش نقول عليه ان هو غياب مؤثر. حتى هو بيشارك ما كانش بيشارك كاساسي، كان بيشارك كبديل. مصطفى شلبي
مش مؤثر قوي مع نادي الزمالك، والزمالك لعب ماتشين بدون مصطفى شلبي الماتشين اللي فاتوا وكسب بدون مصطفى شلبي. الغياب الثالث هو محمد صبحي حارس مرمى، عنده محمد عواد الحارس الاساسي اللي بيلعب، فصبحي كان بديل مش غياب مؤثر. عنده محمد اشرف رؤى في نص الملعب ما كانش بيلعب بشكل اساسي، فبالتالي انه مش غياب، يعني غياب مش مؤثر زي غيابات النادي الاهلي. انا بكلمك في النادي الاهلي عنده غيابات هي القوام الاساسي، ال11 لاعب اللي بيلعبوا الاساسيين فيهم 6 او 7 لعيبه مش موجودين. ولكن طب الناحيه الثانيه الزمالك عنده 4 غيابات او 5 غيابات ما بيلعبوش بشكل اساسي مع نادي الزمالك، ففي فرق بين الفرقتين في الغيابات وفي الموجودين. طب جوميز هيعتمد على مين في الدفاع؟ جوميز عنده يعني مثبت التشكيله ليه فتره، هو بس بيختلف في نص الملعب انه يعني يعتمد على الطريقه الهجوميه اكتر ولا انه يعني يعمل حذر دفاعي. اعتقد النهارده كولر جوميز هيعتمد على نفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش الاتحاد السكندري، ومحمد عواد في حراس المرمى، عمر جابر والاثنين قلب دفاع حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد واحمد فتوح، دول الرباعي الدفاعي. في نص الملعب عبد الله السعيد، دونجا، واحمد حمدي، وناصر ماهر جناح شمال، او زيزو جناح يمين، والهجوم سامسو. هو هيعتمد على دفاع ولا هجوم اكتر في التكنيك التكتيك بتاعه النهارده في اللعب؟ هو مدرب هجومي، فبالتالي انه حته الدفاع عنده مش يعني ما بيهتمش بها قوي، بيهتم بالجانب الهجوم انه يهدف اكتر وبتاع، ثم انه في بعض اجزاء المباراه اذا كان تقدم بهدف او اثنين بيبدا يامن دفاعاته، ينزل حد ثاني في نص الملعب، ينزل حد ثالث في قلب الدفاع. ولكن انه واضح ان هو عنده خطه هجوميه بيلعب بيها، وشفناها لعب بيها الماتش الاتحاد السكندري وكسب 3-0. فبالتالي النهارده بنسبه كبيره هيعتمد على نفس الخطه. يعني بنتكلم على كولر اللي مرتاح اكتر مع النادي الاهلي وفاز مباريات اكتر، هل ممكن يغير جوميز تفكيره في المباراه دي؟ بالعكس، ده جوميز عايز يكسب، لانه جوميز خسر من كولر 2-0 في نهائي الكاس اللي اتلعب في الرياض. فبالتالي انه جوميز خلاص لازم يعني يدي انطباع لجمهور نادي الزمالك، لا ان انا موجود وبكسب. خصوصا انه الماتش النهارده غيابات النادي الاهلي فرصه كبيره جدا لنادي الزمالك. والزمالك امتى هيكسب النادي الاهلي؟ في ظل انت عندك 6-7 لاعبين اساسيين مش موجودين. فلو ما عرفتش تكسب النهارده، فبالتالي لا، المشوار بالنسبه لك صعب جدا. صحيح. الحاجه كمان المؤثره عند نادي الزمالك، نادي الزمالك متاخر في الترتيب، خسر ماتشات كتيره في الدوري، فقد نقاط، فبالتالي خساره الزمالك النهارده هتبعده عن التواجد في المربع الذهبي، وقد لا يكون موجود الموسم القادم في اي بطوله قاريه سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. طيب خلينا نتكلم على التحكيم. التحكيم وما ادراك ما التحكيم. هل حضرتك شايف ان اختيار طاقم مصر للتحكيم هو الخيار الافضل؟ طاقم مصر خيار افضل طبعا، ولكن اختيار الشخص هو اللي مش الافضل. يعني طاقم مصر احنا شفنا حكام مصريين كتير بيديروا مباريات قمه وخرجوا بشكل ممتاز. امين عمر ادار مباراه قمه قبل كده، ومحمود البنا ادار مباراه قمه وخرجوا بشكل ولم تحدث اي مشاكل. كويس، ما حصلش اي مشاكل. هي المناوشات اللي بتحصل بسيطه، انه طبيعي انه اعتراضات على الحكم، وانه اي فريق بيخسر بيحمل الحكم المسؤوليه، ده بيحصل في كل العالم يعني. ولكن هو انه حكام مصريين حكام مصريين، لكن اختيار ابراهيم نور الدين هو الاختيار الخاطئ. ابراهيم نور الدين الراجل اعلن ان هو يعني سيعتزل التحكيم بنهايه الموسم، فبالتالي انه ده مش ماتش تكريم، ده ماتش اهلي وزمالك في النهايه، هو التورتايه بتاعت الكره المصريه. فما ينفعش اجيب حكم اعلن اعتزاله واجيبه هيحكم ماتش اهلي وزمالك ممكن تحصل فيه اي مشكله تبوظ لي كل حاجه في الدوري يعني. يعني اكرمه في حاجه ثانيه بقى، ماتش ودي، بطوله وديه، لكن ما كرموش في ماتش اهلي وزمالك، خصوصا انه كمان طول تاريخه سواء الجمهور سواء الاعلام سواء الفرقتين عندهم تحفظات كتيره على ابراهيم نور الدين كشخصيته او كالشغل اللي بيعمله في الملعب او اخطائه في الملعب. يعني لك ان تتخيل انه طوال تاريخه ما حكمش غير ماتش واحد بس اهلي وزمالك، بتتكلم في 2014 او حاجه زي كده، يعني فتره بعيده جدا، وكان دوره يعني رباعيه، فبتتكلم انه طول تاريخه الحكم ده ما حكمش ماتشات قمه الا ماتش واحد. فبالتالي صعب جدا تيجي في ماتش زي ده، ماتش حاسم حساس، انك انت تديه لابراهيم نور الدين بتلاقي ان في غضب من جمهور الاهلي وغضب من جمهور نادي الزمالك على شخصيه الحكم. وعندك حكام تاني ممتازين، انت لسه يعني راجع لنا من بطوله افريقيا اللي فاتت، 3-4 حكام مصريين عملوا اداء ممتاز جدا في البطوله، وتم تكريمهم، كان الافضل انك تدي حد منهم. يعني عايز اخد من اجابتك حاجه، انت قلت ايه؟ الاهلي والزمالك تورتايه الكره المصريه، فعلا الاثنين اكتر جماهيريه طبعا. يعني مين فينا تساله اول حاجه انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ الاثنين لعبوا مع بعض 126 مره، اتعادلوا 50، الاهلي فاز 49 والزمالك فاز تقريبا 27. شايف النهارده الفوز 49 مره ده بيرجح كفه الاهلي اكتر في الفوز؟ هل الاهلي هيبقى مرتاح اكتر؟
ثقه اكبر؟ احكي لي. بصي يعني الماتشات القمه مفيش حاجه اسمها مرتاح اكتر وثقه اكتر وكسبنا اكتر فبالتالي نخسر الماتش بتاع النهارده. مع وجود غيابات بالذات يعني خلينا نتكلم هل ده ماتشات القمه طول الوقت بيعتمد عليه كولر طول الوقت طول الوقت ماتشات القمه في غيابات مفيش غيابات مالهاش علاقه غير بال90 دقيقه واللي بيلعب في الماتش. احنا في كل ماتشات القمه اللي فاتت بيبقى في لعيبه شباب بتطلع بتظهر بشكل كبير جدا وبتبقى هي نجمه المباراه. احيانا كبيره بيبقى نادي الزمالك فايق ومليان نجوم وبيخسر بنتيجه كبيره من النادي الاهلي، وفي المقابل احيانا بيبقى النادي الاهلي يعني كامل العدد ويخسر من 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 نادي الزمالك يعني. فبالتالي انه حته غيابات او مش غيابات ده طبيعي كلام بنتكلم فيه فنيا، ولكن كماتشات قمه مفيش حاجه اسمها غيابات او مش غيابات. في النهايه اللي هيلعب النهارده سواء في الاهلي او في الزمالك هو اسمه بيلعب في النادي الاهلي، فبالتالي انه سواء اساسي او بديل هو بيلعب في النادي الاهلي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي. اذا كان حتى ما بيلعبش اساسي مع الـ مع الـ مع النادي موجود على دكه البدلاء المدير الفني بيستخدمه في اي جزء من المباراه، فلازم يبقى على قدر المسؤوليه ويبقى على قدر التيشيرت بتاع النادي الاهلي او نادي الزمالك. حته الارقام النادي الاهلي متفوق طبعا على نادي الزمالك في الانتصارات. النادي الزمالك عنده حته نفسيا شويه من النادي الاهلي انه ولعيبه الزمالك غالبيه لعيبه الزمالك كلها اتكلمت في القصه انه نفسيا لا لعيبه نادي الزمالك بتتخض في ماتشات النادي الاهلي فبالتالي ما بتحققش نتائج كويسه. غالبيه الماتشات بتخلص للنادي الاهلي لانه خلينا يعني نشوف القصه دي على ارض المباراه. شفنا احنا حتى لو شفت نهائي الكاس كان نادي الزمالك مسيطر بالطول والعرض على المباراه والنادي الاهلي قدر يخطف الهدفين والكاس، فبالتالي هي النفسيه دي موجوده في كره القدم. مش يعني احنا مش بنقول حاجه ضد نادي الزمالك، لا دي حاجه معروفه انه بتبقى نفسيا نازل الفريق اللي انا قدامي ده، هل انا نفسيا اقدر اكسبه ولا لا؟ فده ده اللي بيفرق جزء كبير جدا من المباريات. بتكسب انك انت فايق نفسيا وبدنيا وجاهز ولا لا على الفريق المنافس يعني. طيب احنا في كل مباراه بيبقى في لاعب كده سواء في الاهلي او في الزمالك مفاجاه، بتتوقع مين المره دي هيبقى مفاجاه سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك؟ ما نقدرش النهارده نحكم على بالظبط مين في الاهلي ومين في الزمالك يقدر. هي نتيجه المباراه هي اللي بتحكم ده في القصه. النادي الاهلي ممكن كوكا النهارده ممكن يظهر بمستوى كويس جدا، ولكن في الزمالك عنده ثلاث صفقات يعني لعبوا في النادي الاهلي قبل كده، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، ممكن النهارده يردوا الاعتبار، عايزين يقولوا لجمهور الزمالك ان احنا يعني موجودين. فبالتالي دول اللي ممكن النهارده يبقوا هم القصه بتاعت المباراه. مصطفى شوبير اذا قدر ان هو يدافع يعني كويس جدا عن مرماه هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، وفي المقابل طبعا محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك لو فاق هيفرق كتير مع نادي الزمالك. يعني حضرتك شايف ان التشكيل ممكن يبقى مختلف في هذه المباراه؟ مش مختلف، التشكيل واضح. لا يعني بالنسبه للمباريات الثانيه عن الاهلي والزمالك. لا الزمالك تشكيله ثابت من المباراه اللي فاتت، هو نفس التشكيل، تغيير بسيط جدا اذا المدرب قبل المباراه شايف ان هو يدافع اكتر في نص الملعب، فبالتالي ان هو يبقى عنده محمد شحاته دفاعيا اكتر من عبد الله السعيد، او ان هو يعتمد بنفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش الاتحاد السكندري. النادي الاهلي هيبقى فيه تغييرات لان عنده اصابات، فبالتالي انه لازم يعمل تبديلات وتعديلات في تشكيلته لانه ده المتاح بالنسبه له يعني. طب لو انت يعني انت من قراءتك كده للمشهد يعني انت هتبقى ادرى يعني، ومش بقول لك كام انا بقول لك توقعاتك للمباراه ايه؟ مين اللي ممكن يفوز النهارده او تعادل؟ بلاش توقعات عشان انا بتوقع فالتوقع بيطلع غلط. حلو خلاص قول لنا واحنا هنعاكس على طول، قول لنا. لا هو يعني على الورق انه لا نادي الزمالك فرصه اكبر في الفوز على النادي الاهلي، ولكن يعني لا تأمني يعني مكر النادي الاهلي في الملعب، فبالتالي انه حاسس ان ممكن النادي الاهلي يبقى عنده مفاجآت النهارده. حاسس ايه؟ طب ايه لانه حصل كتير قبل كده انه نادي الزمالك بيبقى يعني مكتمل التشكيل زي ما بيقولوا او القوام وجاهز جدا، ونفاجئ انه النادي الاهلي كسب المباراه. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي بتعرف تلعب الماتشات دي عكس لعيبه نادي الزمالك. هل ممكن نلاقي كولر بيدافع النهارده مثلا؟ لا ما اعتقدش انه بيدافع، هو راجل طريقته واضحه وبعدين ماشي كويس في الدوري وماشي كويس في افريقيا، فبالتالي انه ما عندوش لانه في النهايه جمهور النادي الاهلي هو عايز يكسب، فبالتالي انه ما يقدرش يدافع انه الماتش مهم بالنسبه له. ممكن يدافع على فترات في المباراه، ولكن طريقته هي ما بتعتمدش على الدفاع لانه في النهايه هو النادي الاهلي يعني رقم واحد في مصر ورقم واحد في افريقيا، فما تقدرش يقول ان هو ينزل يدافع يعني، فبالتالي النادي الاهلي لازم يلعب الكره اللي بيلعبها الهجوميه وعلى حسب سير المباراه يعني. فترة طويلة من بعد رمضان ثم العيد، أعتقد الفترة دي هل ممكن تؤثر على أداء اللاعبين؟
لا طبعا، لانه هم لعبوا كتير في رمضان، وكان في ماتش ثاني يوم العيد بيلعبوا. الاهلي لعب مع زد وكسب 1-0، والزمالك لعب مع الاتحاد السكندري وكسب 3-0، وقبلها النادي الاهلي كان بيلعب في افريقيا وتاهل، هيلاعب مازيمبي في نصف النهائي، والزمالك كان بيلعب في ووتشر وتاهل، هيلاعب دريمز الغاني في نصف النهائي الكونفدراليه. فبالتالي انه لعبه يعني طول الوقت موجودين، وكان قبلها شهر 3 كان في معسكر مع المنتخب المدنية. فبالتالي انه لا، اللعبه يعني لم تتوقف، سواء انت معسكر منتخب طلعت من المعسكر بتلعب ماتشات افريقيا، خلاص ماتشات افريقيا بتلعب ماتشات الدوري، فمفيش توقف تقدر تقول ان هو هيؤثر على اداء اللاعبين يعني. ايوه. طب عايزك تكلمني على الماتشات الاخيره للاهلي، لو هنتكلم عن الاهلي وزد مثلا، شفت المباراه ازاي؟ النادي الاهلي كان عنده مشكله في الماتشاتين اللي فاتوا في الدوري، التعادل مع انبي 2-2، ثم الفوز بصعوبه على زد 1-0. فبالتالي انه الارهاق عند لعيبه النادي الاهلي من يعني كثره المباريات، الغيابات عند النادي الاهلي بتؤثر بشكل طبيعي على اداء اللاعبين، وبتؤثر على نتائج الفريق، خصوصا انه كمان كولر بيعمل تغييرات كتيره جدا وروتيشن كتير في الملعب، فبالتالي انه برضو اللعيبه لسه ما يعني مش فايقه زي ما بيقولوا 100% يعني، وبتيجي فترات على اللاعبين بيبقى في يعني دروب في الملعب، انا لاعب مش فايق، لاعب مش جاهز فنيا وبدنيا بالشكل الكافي، هو ده اللي بيأثر عليه. فبالتالي انه ماتش النهارده هيفرق كتير جدا مع لعيبه النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي، هل هيستمر في ادائه المتواضع الفتره اللي فاتت، ولا النادي الاهلي هيفوق النهارده على نادي الزمالك، خصوصا ان عنده السبت القادم عنده مباراه مهمه جدا مع مازيمبي في نصف نهائي دوري الابطال يعني. انا عايز اتكلم عن الجماهير وهفتح معاك الملف بكل صراحه. ابلكيشن او تطبيق زي تذكرتي، هل نجح في ضبط الاداء الجماهيري لو بصينا يعني في مثل هذا اليوم بالمقارنه للمباريات القمه السابقه؟ بص خلينا نتكلم واحده واحده. انه اول ما كانش عندك جمهور، بعد الوقت عندك جمهور. خدت الموضوع تدريجيا 2500 ل 5000 ل 10000، النهارده بتتكلم في 20000 متفرج هيحضروا المباراه، 10 لنادي الزمالك و10 لنادي الاهلي. المتعصبين منهم عملت لهم بلوك صحيح او حذرت؟ اي حد بيعمل شغب بيتعمل له بلوك من على الاكونت بتاع تذكرتي، فبيخشش الماتشات اللي بعدها. رابطه الانديه بتطلع بيانات باستمرار باسماء المشجعين او بعدد المشجعين في كل نادي اللي عملوا شغب، لانه كل حاجه متصوره بالكاميرات، فبالتالي انه اي حد بيعمل شغب بيتحذف فورا من على التذكره وما بيخشش اي ماتشات ثانيه. خليني ارجع معاك بقى يعني مباراه الاهلي وزاد مره ثانيه، شفنا يمكن مودست كان مفاجاه، هل كولر ممكن يفاجئنا بلاعبين او حتى مودست مره ثانيه في المباراه النهارده؟ النهارده كولر عنده حلول كتيره جدا. احنا في الماتشات اللي فاتت وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني كان مصاب، كهربا كان بعيد شويه، فبالتالي انه كان بيعتمد على مودست في خط الهجوم، ما كانش عنده رفاهيه ان هو يختار. النهارده عنده ثلاث مهاجمين، عنده كهربا وعنده مودست وعنده سام ابو علي، هم ثلاثه جاهزين وهم ثلاثه موجودين في القائمه، فبالتالي عنده حلول كتيره انه يقدر يختار مين فيهم اللي هيبدا بيه ومين. طب انت رايك ممكن يختار مين؟ بص انا شايف ان وسام طبعا هو افضل الثلاثه، هو اللي جاب جون الفوز الاهلي على زد المباراه اللي فاتت، مهاجم كبير جايب برقم كبير جدا، فبالتالي انه لازم ياخد بأسست فرصه. طبعا من مودست كان ايه؟ باسيست من مودست. ايوه الجون بتاع زد اللي جابه بزد. فبالتالي انه فرصته اعلى، لانه مودست لعب كذا ماتش، في انتقادات كتيره من الجمهور على سنه وعلى بطئه في الملعب او على اخره. كهربا خد فرص كتيره جدا وللامانه تالق وبيجيب اهداف بشكل كبير جدا، ولكن فرصه انك انت النهارده تستغل وسام ابو علي راجع من اصابه، اول ماتش قمه ليه بالنسبه له، فبالتالي عايز يثبت نفسه مع النادي الاهلي ويثبت نفسه لجمهور النادي الاهلي، وبيخش يعني اي لاعب عايز يخش يعني قلوب الجماهير زي ما بيقولوا بيجيب جون في الديربي، سواء لاعب في الاهلي او سواء لاعب في الزمالك. فبالتالي الخيار الافضل النهارده هو وسام ابو علي. اذا كولر حاب يلعب باثنين مهاجمين فاعتقد هيبقى مودست وسام ابو علي، ويبقى عنده كهربا كاحتياط استراتيجي على الدكه ينزل في اي وقت يعني. وبناء عليه لو لخصنا يعني مجريات الحوار، التشكيل كل لاعب، تشكيل كل فريق، الغيابات ممكن تؤثر ازاي، خط سير المباراه يعني توقعات سريعه كده. التشكيل الاهلي مصطفى شوبير طبعا في حراس المرمى يعني لا بديل، محمد هاني ظهير ايمن، الثلاث الدفاعي التانيين محمد عبد المنعم ورام ربيع وعلي معلول جاهز كان مصاب ورجع تدريبات النادي الاهلي. نص الملعب هو اللي هيبقى فيه يعني شويه من الافتكاسات عند كولر انه ما عندوش يعني فكوكا وعمرو السوليه وكريم نيدفيد او محمد مجدي قفشه، دول الثلاثه نص الملعب. وعندك الثلاثه قدام يعني طاهر محمد طاهر ورضا سليم ووسام ابو علي، ده بنسبه كبيره تشكيل النادي الاهلي النهارده. تشكيل الزمالك احنا قلناه، عواد، عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، احمد فتوح، دونجا، عبد الله السعيد، احمد حمدي، ناصر ماهر، زيزو، وسامسون، دول التشكيله الفريقين.
التوقعات ما تقدرش في ماتشات القمه بالظبط تحكمها مين يكسب ومين لا، ولكن نتمنى ان احنا نشوف ماتش كبير جدا يليق بقطبي الكره المصريه. نتمنى ان احنا نشوف يعني طرق لعب كبيره واداء كبير من اللاعبين يبذلوا اقصى جهد عندهم يفرحوا جمهورهم سواء الاهلي او النادي الزمالك. تقدر تقول مين يكسب ومين ما يكسبش في خلال المباراه، ممكن الزمالك مكتمل العدد ولكن ممكن ما يبقاش جاهز نفسيا وفنيا داخل المستطيل الاخضر. النادي الاهلي ممكن يعني نصف الملعب بتاعه مع الاصابات ما يقدرش يسيطر على نصف الملعب، فبالتالي يدي الافضليه لنادي الزمالك. فبالتالي مع المباراه تقدر تقول مين يكسب مين لا، لكن قبل كده ما حدش يقدر يتوقع مباراه القمه مين يكسب ومين لا. احنا بنتمنى كل التوفيق لقطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، واكيد هنتابع المباراه وهنحللها مع حضرتك بعد كده. بنشكرك طبعا محمد مهدي الناقد الرياضي على وجودك معنا، بنشكرك يا فندم. شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. كم مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل، وخلال الجلسة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا قدرة لمنطقة الشرق الأوسط ولا للعالم على تحمل المزيد من الحروب. وقال غوتيريش إن الشرق الأوسط على حافة الهوية وإن شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق. قال ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إن إسرائيل انتهكت ميثاق الأمم المتحدة بالاعتداء على قنصلية بلاده بدمشق. وفي كلمته أمام مجلس الأمن أكد ممثل إيران في الأمم المتحدة أن القوات الإيرانية شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار الحق الرد، مشيرا إلى أن رد طهران كان ضروريا ودقيقا وتم تنفيذه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين. أكد نائب المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران، مشددا على ضرورة إدانة مجلس الأمن سلوك إيران. وقال نائب المندوبة الأمريكية إن تصرفات إيران تشكل تهديدا للمنطقة بأكملها. ومن جانبها دعت مندوبة فرنسا بمجلس الأمن إلى خفض التصعيد وضمان أمن إسرائيل وشركائها في المنطقة. كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن أن موسكو حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا ومن عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الهجمات ضد إسرائيل نفذت بدقة عالية. وأكد رئيسي أنه تم خلال العملية عرض قوة الصواريخ الإيرانية والمسيرات بشكل جيد، مشيرا إلى أن العملية استهدفت مراكز عسكرية وتمت بتنسيق كامل بين الميدان والدبلوماسية. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل والأفراد الأمريكيين. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد، مؤكدا عزم بلاده على مواجهة إيران والدفاع عن إسرائيل بمشاركة الحلفاء. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا شمال غرب مخيم النصيرات ما أسفر عن شهداء ومصابين. كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برفح وخان يونس ما أسفر عن شهداء ومصابين. ومن جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت بقذائف الهاون مركزا للتحكم والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال بمحيط جامعة فلسطين شمال النصيرات. قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ الهجوم الطعن في مركز تسوق مزدحم في ضاحية بوندي الساحلية بمدينة سيدني ربما كان يستهدف النساء. وأوضحت الشرطة أن المهاجم جويل كوتشي البالغ من العمر 40 عاما قتل 6 أشخاص طعنا وأصاب 12 امرأة، وأن المقاطع المصورة أظهرت تركيزها على النساء وتجنب الرجال.
ورياضيا، اختتم فريق الزمالك والأهلي استعداداتهما للمواجهة المقرر لها اليوم في تمام الساعة 7 على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز. يدخل الزمالك المباراة في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة ومن 12 مباراة، في حين يحل الأهلي بالمركز 9 برصيد 21 نقطة من 10 مباريات. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنرحب بكم من جديد، وبطبيعة الحال كلنا خارجين من رمضان وخارجين من العيد، وبطبيعة الحال الكلام ده أثر بشكل كبير جدا على نظامنا الغذائي لو بنلتزم بيه طول السنة. في ناس بتعمل رجيم وبتلتزم بالنظام الغذائي بتاعها، لكنها بتفاجأ بثبات الوزن، يعني وزنها بيفضل ثابت، وما بنقول كده يعني ما بين قوسين ما بتحرقش. وفي ناس تانية بتمشي على نفس النظام وبتخس بشكل كبير، وده بيكون في كتير من الأحيان مؤشر لوجود مشكلات صحية زي خمول الغدة الدرقية أو مقاومة الأنسولين أو غيرها من المشاكل الصحية. بنسمع كتير قوي يا مصطفى، أنا بعمل نفس الرجيم اللي بعمله دايما لكن ما بخسش، أنا بروح الجيم لكن ما بخسش، أنا مقللة أكل، مبطلة سكر، عاملة كل حاجة أقدر أعملها لكن أنا لسه زي ما أنا. خلونا نتكلم أكتر عن أسباب عدم فقدان الوزن ويمكن الثبات اللي بيقولوا عليه رغم الالتزام بالنظام الغذائي، من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكم. يعني انت جات لنا بعد العيد على طول، فاسئلتنا بقى يعني بالظبط كتير جدا. الناس طبعا واكله وفي رمضان ومظبطه الدنيا، وكمان جه العيد علينا والكحك والبسكوت كان حلو قوي في الاول. لو بنقارن يعني، فاهم قصدي؟ يعني هندخل في الموضوع ده بعدين، لكن خلينا نتكلم على مش الزياده اللي احنا زدناها بسبب عيد او رمضان او اختلاف في نومنا او الحاجات دي، انا عايزه اتكلم عن الثبات في الوزن. يعني بعض الناس، انا بجد كتير قوي من السيدات بنتكلم مع بعض تقول لي انا عملت كل حاجه كنت بعملها، كنت بنزل فيها زمان، دلوقتي انا ما بنزلش، رحت الجيم، بطلت اكل، عملت دايت، مشيت مع دكتور، كل حاجه ولسه زي ما انا، مش عارفه انزل او ما بقتش انزل زي الاول، ده اسبابه ايه؟ بصي، ثبات الوزن ممكن يكون من البدايه، يعني الشخص بيبتدي يعمل نظام غذائي مش بينزل، وفي واحد تاني زي ما انت بتقولي كان بيعمل دايت وبيخس وفجأة ما عادش بيخس. طيب لازم، ده له أسباب وله أسباب. احنا عارفين ان زيادة الوزن او السمنة ليها أسباب ممكن تكون جينات وراثية، يبقى الشخص بيحاول يعمل نظام غذائي معدل حرقه مختلف عن شخص تاني بيعمل نفس النظام الغذائي بس بيخس، نتيجة ان هو عنده جين السمنة اكتر شوية في موضوع ان هو ما بيحرقش زي الشخص التاني. الأكل الكميات الصغيرة ما بتحرقش معاه كويس. هل هو عنده نسبة الدهون البني أكتر أو البيضة؟ لأن احنا عارفين إن نسب الدهون في الجسم بتختلف. الدهون البني كل ما كانت في جسم الشخص أعلى، كل ما كان معدلات الحرق والتمثيل الغذائي بتاع الشخص ده أحسن فبيحرق أكتر. غير لو شخص عنده الدهون البيضة نسبتها أعلى من الدهون البني. دي نقطة مهمة جدا. طب لو شخص بيحاول يعمل نظام غذائي هو كان بيعمل قبل كده وبيخس وفجأة ما بيخسش، لازم يعمل شيك أب كده على جسمه، ايه اللي ممكن يكون معطلني؟ هل سلوكياتي اتغيرت؟ هل انا نومي اتغير؟ لان النوم بيفرق جدا في معدلات التمثيل الغذائي والحرق. هل انا ممارسه الرياضه والحركه والمجهود بتاعي بدا يتغير؟ لان انا مثلا كان شغلي مثلا ساعات معينه وكنت بمشي نص ساعه ساعه اتغيرت، فده مع النظام الغذائي نفسه بيفرق معايا في النزول. هل انا سلوكياتي في الاكل بقيت مثلا اميل ان انا ازود شويه السكريات وحلويات؟ هل انا بمشي على نظام غذائي كويس جدا بس ممكن بدخل عصير، مياه غازيه، مشروبات دافيه فيها نسبه سكر تعطل لي معدلات النزول؟ هل انا بضيف في اكلي نسبه ملح زياده فبالتالي بتعطل لي وتعمل لي احتباس سوائل؟ كل دي ممكن تعمل لي اعاقه لنزول وزني حتى لو انا ماشي على نظام غذائي مظبوط، بس في حاجات كده بتخش في النص وتعطلني. هل انا بسكيب وجبه، بلغي وجبه، ما باكلش مثلا وجبه الفطار، بلغي وجبه العشاء واقول كده عشان اخس اكتر، فبالتالي انا باخد طاقه اقل من احتياج جسمي، فجسمي بيدافع فبيوقفني. كل دي سلوكيات خاطئه ممكن تعطلني، او لو انا عندي مشكله صحيه ممكن يكون طرأ عليا مثلا ان انا عندي مقاومه انسولين، هل انا مثلا عندي مشاكل في الغده الدرقيه، هل عندي نقص فيتامين دي،
هل عندي انيميا او ايه اعراضهم؟ انا اعرف منين ده؟ يعني اعرف منين محتاجه اروح لدكتور؟ تحليل كل ده بالظبط، كل دي بيبقى تحليل، بس في اعراض طبعا. لو انا عندي مثلا مقاومه انسولين ليها اعراض ممكن نلاقيها، ممكن نلاقي مثلا لون غامق او تصبغات في الرقبه، في منطقه الرقبه، زوايد جلديه بتبدا تظهر، الشخص بيميل شويه للخمول والكسل، يحس ان هو بعد ما بياكل عايز ينام، عنده دايما اعياء وحاسس ان هو مرهق وتعبان على غير العاده اللي هو فيها. ده فيتامين دي، فيتامين دي او مقاومه انسولين او انيميا. فاحنا بنعمل الثلاث تحاليل دول ونحدد المشكله جايه منين. والغده، الغده بقى نفس الاعراض، بس ممكن يبقى عندي بحه في الصوت، ممكن عندي ارق، ممكن عندي احتباس سوائل في الجسم والاقي رجليه بتورم، ممكن احس ان انا جسمي بيسخن مره واحده، اوقات بحس ان انا جسمي بردان مره واحده، دي برضو ممكن تبقى من اعراض الغده. وشخص ممكن يعمل تحليل غده ويطلع سليم، بس نلاقي عنده الاجسام المضاده للغده هي اللي فيها مشكله، وبالتالي او ان احنا نعمل تحليل الغده ونلاقي في اصلا غده درقيه وغده جار درقيه تقريبا اسمها كده، دي حاجه تانية. اه بالظبط، في الغده الدرقيه وفي الغده الجار درقيه، وفي حاجه اسمها اجسام مضاده لهرمون الغده الثيروكسين، فبالتالي ما بتخليش الهرمون يشتغل بكفاءه. او الشخص يعمل التحليل بس يطلع كويس ويعمل سونار على الغده يلاقي فيها تضخم او فيها ورم لا قدر الله، كل دي بتعيق معايا معدلات الحرق والنزول، ويبقى عندي مشكله في الغده ولازم نتجه لدكتور غده صماء عشان يبدا يعالج المشكله. طيب مقاومه الانسولين مختلفه شويه، لو احنا لقينا عندنا الاعراض وعملنا التحليل وتاكدنا ان انا عندي مقاومه انسولين، لقينا مثلا تحليل مقاومه الانسولين عالي، ويفضل ان هو يتعمل صيام من 6 ل 8 ساعات ما يزيدش عشان تبقى النسبه دقيقه لو احنا هنعمله، عشان يطلع نحدد اه في مقاومه انسولين او لا. عشان للاسف في ناس بتصوم اكتر من 8 ساعات ويعمل التحليل ويطلع التحليل فيه مقاومه انسولين، هو ممكن ما يبقاش عنده. فلازم نعمله من 6 ل 8 ساعات. طيب هل بيبقى المقاومه عاليه وافراز الانسولين اعلى ولا لا؟ هو يعني ايه مقاومه انسولين؟ هي دي نقطه مهمه عشان برضو الناس ممكن ما تبقاش واخده بالها منها. بالظبط، هو الشخص بيفرز انسولين والخلايا عنده كويسه جدا، البنكرياس بيفرز الانسولين بتاعنا، بس المستقبلات الحسيه اللي موجوده على الخليه عشان السكر لما بيزيد في الدم يبدا الانسولين ياخده ويشغله ويدخله جوه الخليه عشان تشتغل. طيب بيحصل المستقبلات الحسيه دي وظيفتها بتبدا تتغير، فبالتالي المفتاح اللي بيركب ده مش موجود، فيبدا الانسولين ما يعرفش ياخد الانسولين الجلوكوز الزياده في الجسم او السكر يشغله في الخليه، يتراكم السكر في الدم يتحول مع الانسولين الزياده لان بيطلب من البنكرياس افراز انسولين اعلى لان هو السكر لسه عالي مش عارف يشغله، فيبدا ياخد السكر ده يخزنه في جسمي في صوره دهون، وكمان يطلب من بنكرياس افراز انسولين اعلى، فالانسولين لما يزيد اكتر يبدا يزود الحساسيه، يزود المقاومه اكتر للخلايا، ومع الوقت لو انا اهملته يبدا يجي لي لا قدر الله مرض السكر بسبب ارهاق البنكرياس لافراز الانسولين. طب نعرف منين هذه الاشياء؟ يعني لو انا ما بحرقش حلو، اعرف منين هل ده انسولين او مقاومه انسولين ولا غده درقيه ولا فيتامين دي؟ يعني احدد ازاي الامر ده وتابعه ازاي يعني بشكل علمي ودقيق؟ التحليل والاعراض اللي احنا قلنا عليها اول مؤشرات نبدا نحدد عليها الشخص ده عنده مقاومه انسولين او لا. طيب هل انا وزني زاد في الفتره الاخيره؟ برضو من الحاجات اللي ممكن تقول ان انا عندي مقاومه انسولين. بنسبه 80 ل 90% من الاشخاص اللي بيبقى عندهم زياده في الوزن وخصوصا لو مكتسبه في وقت صغير يشك انه عنده مقاومه انسولين. السيدات والبنات اللي بيبقى عندها تكوسات مبايض ممكن يبقى عندها مقاومه انسولين، وده ممكن يتعالج يعني الشراهه في اكل السكر او الحاجات اللي هي بتدل على مقاومه، هل ممكن علاجها بدواء او كده لوقف هو تدهور هذا؟ هو ليه بيحصل مقاومه انسولين؟ يعني ايه اللي بيخلينا نخش في القصه دي؟ طبعا الحركه اللي بدات تقل، ما عدناش بنتحرك زي الاول، مجهودنا الحركي اقل، كنت معتاد ان انا بمشي 10 دقائق ربع ساعه كل يوم قلت، الشغل المكتبي بقيت اقعد فترات طويله ما بعملش اي مجهود، بقيت اميل ان انا اكل نشويات بسيطه وسكريات بصوره اعلى، بقيت اكل عيش اللي هو العادي اللي هو الكايزر والفينو والباتيه والعيش الابيض ما فيش فيه الحبه الكامله الرده اللي بتقلل معايا امتصاص السكر بسرعه، ان انا اكل نسبه سكريات اعلى وخصوصا الكحك والبسكوت في العيد واللي دخل علينا بعد رمضان والحلويات بتاعه رمضان الناس بدات تفرط فيها كتير، فممكن يعمل له التهاب او مقاومه انسولين، فناخد بالنا من القصه دي. طبعا ان احنا بناكل وجبات سريعه فيها نسبه دهون مشبعه اكتر بتعمل مقاومه انسولين،
لان بتعمل خلل. المواد الحافظه اللي موجوده في الاكل وخصوصا المعلبات كترها والاعتماد عليها بيعمل مقاومه انسولين. كلنا تقريبا عندنا مقاومه بالزبط. انسولين بالظبط. عدم تنظيم مواعيد الاكل من الحاجات اللي مهمه جدا في تحديد مقاومه الانسولين وعلاجها. مفيش حد بيقدر يعمل الكلام ده في مواعيد الاكل. الاجانب عندهم يعني بالساعه بعد الساعه الفلانيه ما بياكلش، في الميعاد الفلاني بيعمل فطار. هل المصريين من عاداتهم الغذائيه هذا الامر؟ ودي من الحاجات المهمه لو انا دخلتها في حياتي انا هتعود عليها زي الشغل بتاعي بالظبط. لو انا ربطتها بمواعيد اكل، المواعيد الاكل بمواعيد شغلي، بمواعيد صلاه، بمواعيد حاجه مرتبط بيها في الحياه بتاعتي، انا خلاص بقيت اكل في ميعاد معين. وسبحان الله لما بتحدد ميعاد لاكلك بيبدا مخك يبرمج الجسم ان مش هيجوع ولا هياكل غير في المواعيد الثابته دي. بخلاف لو انت متغير في مواعيد اكلك، انا بفطر النهارده الساعه 9 وبكره افطرت الساعه 11 وبعده الساعه 1 الظهر، الجسم مش هيفهم ولا المخ هيفهم. فبالتالي انت بتدخل معدتك اكل في مواعيد متغيره، جسمك هيدي اشاره او المعده هتبعت انا عايز اكل في الميعاد ده. فبالتالي يبدا الجسم ما يتعودش ان في اكل في ميعاد ثابت، فيبدا يضطر ان هو ياكل اكتر او ان هو ياكل وجبته وبالتالي في الميعاد الثاني اللي هيجوع فيه فهيلقط. دي عايزه حمله صحيه دي يا دكتور. هيلقط، ما هي دي النقطه، هتلاقيك بتلقط في حاجات غلط، بسكوتايه، كوبايه عصير، حاجه كلتها غلط وانت ماشي، الحاجات دي بتعطلني، هي بتخليك ما تخسش زي ما انت عايز. بس مش هتزودك لو انت متبع نظام غذائي، بس مش هتخليك تخس ويعمل ثبات وزن اللي احنا بنقول عليه. طيب غير ثبات الوزن، في بعض الناس بتفضل يعني 6 شهور 7 شهور عامله دايت وتخس وزن كتير قوي من 5 ل 6 ل 8 كيلو حتى، اول ما بتوقف الدايت بتاعها وترجع لاسلوب حياه طبيعي واللي هو احنا مش معقول هفضل طول عمري بعمل دايت، يعني مش معقول طول الوقت هفضل بعمل دايت، بترد بسرعه جدا وبتتخن بسرعه جدا اللي هي خسته، لا بل بالعكس كمان ممكن تكسب وزن ازيد من اللي كانت عليه قبل كده، ده بيبقى سببه ايه؟ دي نقطه مهمه. الناس اللي بتتبع نظام غذائي هي مفروض تقلل النظام الاكل بتاعها او الطاقه اللي داخله جسمها تدريجي، ولما تيجي تطلع منه لازم تطلع تدريجي ولازم تطبق اللي انت اتعلمته. هو المشكله ايه؟ ان انا النهارده عندي وزن زياده ورايح اعمل انقاص وزن. اولا انا بقلل كميات الطاقه اللي داخله جسمي، سيبنا انا كنت باخد 3000 سعر حراري، انا قللت 500 700 بقيت اخد 2500 2300 مثلا، بقيت اخد 1500 1200 1700 على حسب كل طاقه كل جسم. فبالتالي هو بدا يقلل الطاقه اللي داخله، نوعيات الاكل ومواعيد الاكل بدات تتغير، مجهوده الحركي بدا يتغير، هو بدا يغير لايف ستايل. هل معناته انه هيعيش عليه طول عمره؟ هيعيش عليه طول عمره، بس لازم يبقى في حاجه اسمها بنزين وفرامل. انا لازم ابقى حاطط في دماغي كده، مش النهارده بعمل نظام غذائي ومنظم نفسي وفجاه بطلع لكل حاجه غلط بالطريقه الغلط اللي انا كنت عليها. زي المدمن بالظبط، كان بياخد حقن وبياخد علاج وبياخد حاجات بتأدي ان هو بقى مدمن للحاجات دي، والنهارده اتعالج من الادمان وبعد الادمان عايز يرجع للحاجات الغلط تاني، ما هو يبقى مدمن. هو لازم يبقى فاهم انه هيطلع لاسلوب حياه صحي حتى لو ياكل نفسه فيه، بس كميات صغيره وبنظام اللي زي ما هو اتعلم، هو مش هيرجع بسهوله. وزي ما احنا قلنا لازم يطلع تدريجي، ولازم يبقى فيه ايام اوف وايام اون، لازم اعمل يوم هظبط فيه ويوم هريح فيه، وجبه ووجبه، ما يبقاش ان انا هرجع لنفس السلوكيات الخاطئه. لان زي ما احنا عارفين ان الاكل الخاطئ معروف طاقته عاليه سكره عالي، ما بيخلي الجسم يخش في مرحله مقاومه الانسولين فبيرجعك لنفس المشكله. طب انا اتعالجت وبقيت كويس، هتلاقي اصلا معدتك ما عادش بتعرف تاكل زي الاول. يعني انا قبل ما اعمل نظام غذائي واتبع نظام غذائي صحي عشان اعمل انقاص وزن، انا كنت باكل كميات كبيره، بعد كده اجي اكل هتلاقيك بتاكل كميه صغيره. طب اصلا ماشي، طب ليه في بعض الانظمه الغذائيه زي الكيتو مثلا، جميل، الناس تخس عليه 10 15 كيلو حلو وترجع مره واحده؟ مظبوط. ليه؟ مع ان مفروض ان الجسم زي ما حضرتك قلت كده اتبرمج عصبيا على ان هو مستقبلاته تبقى كده، ليه سبب العوده سريعا رغم سبب فقدان ده في ناس في شهرين 3 10 15 كيلو، وده طبعا ما بيحصلش الا بعمليه. مظبوط، صح الكلام ده؟ مظبوط. ليه بقى يا فندم؟ الكيتو حاجه مش بتعتمد على البرمجه، بتعتمد على حاجه اسمها عمليه التمثيل الغذائي اتغيرت، فانت بقى المصدر الاساسي للطاقه بتاعك الدهون وليس الجلوكوز السكر. فبدا الجسم يتبرمج ان الدهون المصدر الاساسي للطاقه، بيعمل حاجه اسمها كيتوجينيسيس. عمليه الكيتو اللي بتحصل في الجسم دي بتطلع الاجسام الكيتونيه، الكيتون بادي، هي دي المصدر الاساسي للطاقه مش الجلوكوز. فبالتالي انت عودته على طريقه معينه، لو دخلت مصدر جلوكوز انت هتزيد اكتر من الاول لانك رجعت زي الاول. وما حدش يقدر يعمله اكتر من شهرين يا دكتور، لذلك الناس بالظبط. يبقى هو مش اساسي في انك تحافظ على حياتك، مش لايف ستايل، يعني ما ينفعش اعيش عليه.
هو وسيله لانقاص وزن وليس نمط حياه بيتغير، بخلاف لو انت بتتبع نظام غذائي صحي عادي تاكل فيه الوجبات بتاعتك كامله، تاخد فيه نشويات عيش ورز ومكرونه، تاخد فيه بروتين الوجبات الكامله بتاعتك اللحمه والفراخ والسمك والتونه والبيض الحاجات اللي فيها الاحماض الامينيه الكامله، بتاخد فيه نسبه دهون بس بنسبه اقل، انت كده خدت الالياف بتاعتك من الخضروات والفواكه، انت كده خدت وجبات كامله. ده ساعتها لما تبدا تاخد النظام الغذائي الصحي وتاخد احتياجاتك من كل حاجه، لما تيجي تبوظ مش هتزيد بسهوله، مش هتطلع انك جسمك يزيد تاني مره بسرعه. بتلاقي الشخص بيحافظ حتى لما بيزيد ممكن ياخد شهرين ثلاثه عشان يزيد كيلو واتنين وهو بيلخبط، بخلاف لو هو عامل كيتو، لما بيسيب الكيتو هو ممكن يطلع 2 3 كيلو في الاسبوع. احنا كل فتره كده بيطلع موضه لحاجه معينه بالزبط. وقت يقول لك مثلا الكيتو ده احسن حاجه ويطلع كل الناس تتكلم عنه، كل النيوتريشنست يتكلموا عنه، وفي الاخر وطلع ليه اضرار بعدها بشهرين ثلاثه يقول لك قد الدراسات اثبتت ان الكيتو ده مشكله 1 2 3. يجي الصيام المتقطع يقول لك هو ده التوب دلوقتي وده احسن حاجه وكل الناس بتتبعه، بعدها بشهرين ثلاثه يطلع دراسات تقول لك مشكله 1 2 3. هل النهارده في اي نظام من الانظمه دي هو المتفوق او اثبت انه ده اللي يقدر، لو انت جاي لك حد او حاله بتقول لك انا محتاجه انزل 5 6 كيلو سريعا جدا، انا كسبتهم وعايزه، عندي فرح، عندي خطوبه، عندي ايا كان عندهم ايه، ومحتاجه انزل في وقت بسرعه في نفس الوقت ما اخسرش من صحتي، لانه الوزن الكتير ده لما بنزله بخسر بقى من الانرجي اللي عندي، شعري بيقع، الحاجات دي كلها، ايه اللي بتنصح بيه من الانظمه دي؟ كل الناس مش زي بعض. على حسب المشكله اللي قدامك انت بتبدا تشتغل. طبعا كل نظام، احنا عندنا انظمه من ساعه ما ابتدى الدايت وكل يوم بينزل نظام جديد. الصيام المتقطع والكيتو دول اخر حاجه نزلوا. وهم حلوين ومناسبين جدا للناس اللي عندها مقاومه انسولين، بس طبعا تحت اشراف طبي. وبتاخده فترات زي ما انت قلت، فترات قصيره مش فترات طويله، عشان يبدا يعالج له مشكله الجلوكوز ومقاومه الانسولين اللي بتحصل. بس هل يعيش عليه؟ لا، انا بحب دايما حاجه اسمها البالانس دايت. ممكن ادخل معاه صيام متقطع اللي هو تنظيم مواعيد الساعات بتاعتي، ان انا افطر واتغدى واتعشى في مواعيد ثابته واقفل على كده. البالانس دايت ده بيبقى فيه كل الحاجات، فيه نشويات، فيه بروتين، فيه بتاع بالظبط. ولازم نبقى طالعين نازلين في الطاقه بتاعه النظام الغذائي، وكمان متغيرين في المحتوى الغذائي بتاعي، بحيث ان الجسم ما يتعودش على حاجه معينه فيعمل له ثبات في النزول، ما ينزلش زي ما هو عايز. وبرده نفس القصه، لو انا باخد نظام زي الكيتو او الصيام المتقطع هو مش غلط، بس لازم يبقى تحت اشراف ويبقى وقت معين، ما يبقاش استمرار. وممكن اطلع منه تدريجي لنظام عادي بالانس دايت، بحيث ان الجسم برده ما يطلعش تاني بسهوله. ولازم يبقى فيه حاجه اسمها ان احنا دايما بيبقى منظومه متكامله، لازم يبقى فيه نظام غذائي مش معاه ان انا قاعد في البيت، لازم يبقى فيه على الاقل 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه مشي يومين حتى لو في البيت، دخلهم في صوره حياتك، في صوره تروح سلم نزول سلم، اركن بعيد شويه العربيه وامشي، لازم يبقى فيه مجهود حركي، شويه سويدي ضغط بطن بالظبط، لازم يبقى فيه مجهود حركي ورياضه. سبحان الله، ربنا قال في القران وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. لازم نمشي ولازم ناكل الاثنين، وقال لك وامشوا وكلوا الاثنين. فاحنا لازم يبقى فيه مشي وحركه، ولازم يبقى فيه نظام غذائي صحي نتبعه عشان نبدا نحصل انقاذ وزن. على اي حال كل المصريين بالتاكيد يعني متاثرين بشهر رمضان وبكحك العيد وبدخول حلويات، يعني اللي محافظ فيهم حتى يعني هيلاقي ان هو الدنيا يعني يمكن ايه الساعة البيولوجية وخلافه أثر عليه. لازم نرجع تاني، لازم نبتدي ننظم وجباتنا. دكتور هشام اتكلم تحديدا عن المواعيد الخاصة بالأكل، إن هي بتأثر جدا، اتكلم عن فكرة الصيام المتقطع إن هي بتأثر جدا، أشكال كتير يمكن بتتغير من جسم الآخر ودي بيوصفها الدكتور المعالج، ولكن بتبقى في النهاية يعني تنظيم هذه الحاجات للجسم هو يعني القاسم المشترك في كل ده. بنشكرك دكتور هشام، دكتور هشام وصيف استشاري التغذيه العلاجيه، على كل هذه النصائح والمعلومات. عفوا، شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل اخر فقره، خليكم معنا. طيب، التعامل مع الأطفال خاصة في أول سنين ليهم بتكون ليها طرق خاصة جدا، أساليب مختلفة من طفل للتاني. كمان إحنا بنعودهم على حاجات معينة زي مثلا إنهم يسمعوا الكلام، يستجيبوا للنصايح، دي كلها حاجات بتاخد وقت كبير قوي وجهد من الآباء والأمهات. عرفتها دلوقتي أنا بقى يا مصطفى. أنا عايز أقول لك إن في حالة عدم سماع النصايح
ايه هو الشيء اللي واجب على الام والاب اتباعه؟ هل العند من تجاه الاطفال ده شيء من الاشكال اللي ممكن نحن نقومها بسهوله ولا نستجيب لهذا العند؟ استجابتنا برضه تبقى عامله ازاي، وامتى نشد وامتى نرخي مع الاطفال؟ اسئله كتيره جدا هنتكلم فيها مع الدكتور سام حسن اخصائي النفسي وتعديل السلوك اللي منوره النهارده في الاستوديو. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. نعمل ايه مع الاطفال وخصوصا في ما يتعلق يعني تربيه الاطفال؟ في حاجات معينه كتير فيها وخصوصا القصه دي، ازاي اخلي ولادي يسمعوا الكلام؟ ايه الحاجات اللي ممكن يعني يكونوا متجاوبين فيها مع النصائح؟ اوكي، خلينا نبدا من وقت ما احنا كنا قبل الهوا وانا بتكلم في نقطه ان انا على حسب ما بعود ابني وحسب ما بربيه، الاعتياد في المرحله اللي هي بتاعت اول سنتين بيطلب من الطفل ان انا هلتزم باللي انا اتعودت عليه، فبيقابل مني بعد كده رفضي ليه، لان هي انا بفتكر بقى خلاص ان هي مرحله وخلصت، فوقت الدلع خلص، يلا بقى نبدا في الجد، وهو ما عندوش كده. يعني النقله بتاعت من الهزار للجد دي، لا انا متعود على الشيء وفجاه عايز اغيره. فانا بسميه دايما العناد المحمود، العناد اللي انا اصلا ربيته في الطفل، زي ما اكون قايله له على حاجات مباحه ومسموح ليها، وفجاه لظروف عندي انا منعتها. يعني انا منعمل التلفزيون مثلا وليكن، بس انا عندي ضيف، بقول لك يخش اوضتك روح اتفرج على التلفزيون، لا انت قايله التلفزيون، لا لا اتفضل روح بس دلوقتي. بيفضل مصر على لا، علشان هو متعود على نمط حياه انت عودتي عليه. اوكي، وبعد كده هو بالنسبه لي انا بيسبب لي مشكله، انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ انت تسمع الكلام والحاجه اللي اقول لك عليها هي تسمع كلامك فيها. الاعتياد على الاخطاء التربويه اللي انا وقعت فيها في اول سنتين من عمر الطفل هي اللي بجنيها بعد كده. فبالتالي هي بتبقى المشكله عندي مش المشكله عند ابني. مع اصراري اللي انا عايز افرض بقى شخصيتي عليه وانت لازم تسمع الكلام عشان كده دي قله ادب، بكسر حاجات كتير وبخسرها في شخصيه ابني. فبشتكي منه ان انا بقى في سلوكيات زي العصبيه، زي التمرد، زي العناد، زي ما احنا ذكرنا، الكذب عشان يتفادى العقاب اللي انا طول الوقت بلازمه بيه، ان هو ممكن الاقيه مش واثق في نفسه وشخصيته مهزوزه نتيجه اللوم والانتقاد بشكل متكرر. فحاجات كتيره قوي بتبدا ان هي تتكسر شيئا فشيء في نفسيه ابني، وبعد كده ارجع اقول ايه اللي حصل في ابني وايه اللي جرى الحاجات دي كلها. احنا اصلا صح. سبب مشاكل الولاد، خلينا نبقى حقيقة. متفقين يعني. في ناس بتزعل من الجمله دي، لا ده حقيقة. انت دايما دايما متجنيه علينا، شايفانا ان احنا مخطئين. ده حقيقة. يعني هو الطفل ما عندوش ولا خطا مولود بيه، لا للاسف ما عندوش ولا خطا، لان الطفل جايلك على الفطره. بالظبط، الطفل لسه جايلك صفحه بيضاء انت اللي بتنقشي فيها، الا اذا لو ان الطفل مثلا مولود باضطراب، والاضطراب ده مصاحب ليه اعراض مخليه الطفل في حاله من الـ 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 النشاط الزايد زي الاي دي اتش دي، وحملك انت السبب فيه بقى. لا يعني خلينا نقول ان هي ممكن تكون اسباب وراثيه، ممكن تكون تدخلت اسباب صحيه في فتره حمل الام او اثناء الولاده او بعد كده، بس يعني من الاساس انت مش بيبقى ليكي الدخل الكامل في الموضوع ده. طيب بصي، خلينا نبقى متفقين انه يعني انا كنت بهزر يعني في اللي فات، لكن خلينا نبقى متفقين ان الموضوع صعب شويه على الاهالي. يعني ربنا والله يكون في عون كل الناس. النهارده الام والاب بيشتغلوا، الاثنين عندهم مسؤوليات كبيره جدا، بيرجعوا البيت اصلا تعبانين. خلينا نقول ان شغلانه الاب والام دي فول تايم، يعني شغلانه ملهاش بريك، ملهاش اجازات، ملهاش حاجه. انت مطلوب منك طول الوقت تبقي بالرولز اللي انت حطاها، بهدوءك النفسي، الكلام ده كله. والناحيه الثانيه الاطفال مش كده، الاطفال شويه اب شويه داون، الحاجات دي كلها. طيب انا اتعامل ازاي كأم مع الطفل العنيد؟ انا خليته عنيد، انا ربيت فيه الحته دي من غير ما اقصد اكيد، لكن انا النهارده نتيجه لده عندي طفل 5 سنين او اكتر في حاله عند طول الوقت، في عدم سماع للنصايح، ايه اللي المفروض انا اعمله النهارده؟ طيب خلينا نقول حاجه، ان انا ما عنديش رفاهيه تنازلي عن دوري. يعني بمعنى طبعا انا ام، فمعنى كلمه انا ام عشان برضو هنبداها من قبل ما نحل مشكله اصلا، انا لازم اعرف ايه دوري وايه هي الحاجات الاساسيه في دوري، لان موضوع خلط الادوار زي ما انت قلتي، انا انشغلت بسبب صعوبه الحياه وظروف العمل فما بقاش عندي وقت. انا في الاول انا مختاره دور الامومه بمحض ارادتي، محدش فرضه عليا. اوكي، انا مختاره ان انا اكون اب بمحض ارادتي، محدش فرضه عليا. فنقطه نظام، انا اب قبل ما اكون موظف، انا بحقق طموحي، بحقق ذاتي، بحقق دخل، انا اب، لان انت هتتحاسب على النقطه دي قدام ربنا في المقام الاول. اوكي، تاني حاجه، ابنك مش هيدور عليك في انشغالك
لما يكبر ويقول لك اصل انت كنت بتحقق لي اللي انا عايزه منك. احنا بنسمع من عيالنا بعد ما يجوا يلوموا علينا، انت اديتني فلوس وانا ما كنتش عايز فلوس، انا كنت عايز الفلوس دي اقضيها معاك واحنا خارجين مع بعض، انا كنت عايز اللعبه اللي انت اشتريتها لي بالفلوس ان انت تلعب معايا بيها، مش ان انت تعوضني عن غيابك بطريقه ماديه وانت مش موجود. اوكي، فدور الاب والام هو اللي صعب في اختياري ان انا اتحمل مسؤوليه اختياري. فبالتالي لما بكون منشغل هنا اللي بيخلق فجوه، والفجوه دي بيبقوا عايزين يحلوها. انا اغلب الاستشارات اللي بتجيلي بتلاقي الام اول حاجه بتسالها اعاقبه ازاي، احنا ليه بدانا عقاب؟ صح. ليه ما بداهاش بالاحتواء والتحفيز واشوف ايه اللي ناقص عشان ابدا اعالجه؟ فبتلاقي كل التفكير رايح ناحيه انا عايزه اجلدهم. اوكي، والجلد هنا اول كلمه بتسمعها مني المفروض ان انت لو هتلومي على حاجه مش هجلدك انت ذاتيا عشان ما تفضليش انت شايله عقده الذنب ان انت مقصره، بس الومني انا موجوده في حياه اولادي بانهي شكل؟ بالشكل اللي هم بيخافوا منه قدام عينهم، بس اول لما انا التفت كده بيعملوا المصايب، ودي حاجه مش صح. صحيح. اوكي، وغياب الرقابه، رقابه ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، ورقابتي بعد كده في ان انت رقابه ذاتك قبل ما تكون رقابتي في ان انا واعي ابني ناحيه الصح والغلط، عشان لما انا اكون بره البيت ابني في مأمن، هو عارف لا انا مش هعمل كذا معاك ولا والله مش هقدر. اوكي، طب خليني اسال السؤال بشكل تاني. في ام بتخش مع ابنها مكان بيعيط وبيقلب الدنيا علشان يجيب حاجه معينه وبيعاقبها ويحرجها قدام الناس لو ما جابش، وفي ابن تاني لو عمل كده بتبص له بصه بيسكت، صح ولا انا غلطت؟ انت متخيل ان الاثنين غلط؟ الاثنين غلط، الاثنين غلط. لا بس التانترمز دي هي ملهاش علاقه بيها، الحالات الغضب دي هي بجد بيبقوا الاطفال بيستكشفوا، هي ملهاش يعني علاقه. يعني انت شايفه ان الام الثانيه غلط ليه؟ معلش يا بسنت، بص يعني الام الثانيه اللي هي بص برقت دي، لا الاثنين غلط. الاثنين غلط في ايه؟ اوكي، اولا نوبات الغضب لا انا اللي مسؤوله عنها لو انا ما كنتش عارف احتويها من البيت. انا عندي مشكله ما اخرجش بره البيت، انا بقول للام كده اصبري لما تعدلي السلوك وبعد كده انا هنزلك من البيت تدريجيا، لكن ان انا انزل واتحط تحت ضغط نظره الناس وقوم تعدل الناس بتبص علينا، هو هيستغل ضعفك ان انت عماله تراقبي نظره الناس فهيسوق فيها اكتر. اوكي، فبعد ما كان هو متطلباته ان هو شبطان في حاجه وعايزها، لا هيقوم يضربني، هيقوم سوري يعني يبصق عليا، هيشتمني، هيتطاول، ممكن يوقع الرف اللي موجود. وشفت المنظر ده انا بصعد لان انت مش مركزه معايا، انت مركزه مع نظره الناس اللي حواليك. هو بيلفت النظر بالظبط، فانا هبدا ابتزك، تلاقي الام تعمله ازاي؟ طب قوم وانا هجيب لك اللي انت عايزه، قوم اتعدل. شكرا، بس هو ده اللي انا كنت عايزه. اوكي، قال لك مش عارف اسمها ايه، التربيه الحديثه ولا التربيه الايجابيه؟ ملهاش اي علاقه والله، عشان احنا مصدومين. ايه ملهاش علاقه. بص هقول لحضرتك على حاجه، موضوع التربيه الحديثه هو انشقاق من جزء علم النفس التربوي. انا ببحث اكتر جوه نفسيه البني ادم مش جوه التربيه، انا نفسيا محتاج ان انا اتهندل قبل ما اتربى. اوكي، لان انا لو جبت طفل وانا مش عارفه مراحل تطوره النفسيه هوقعه في مشاكل تربويه، فحضرتك فاهمني؟ فالجزئين هم مرتبطين ببعض، بس الاساس نفسي. الجزء الثاني غلط ليه او الام الثانيه غلط ليه؟ الطفل المطيع دي مش حاجه كويسه، الطفل المطيع ده عنده خلل ومشاكل كتيره جدا. اوكي، الطفل اللي مشاكله واضحه ببقى سهل اعالجه قوي، الطفل اللي هو ايه يديلك شكل المطيع المنطوي ببقى خايفه منه، لان دراسات كتيره اثبتت ان حالات الجريمه الاشد عنفا وبشاعه بتيجي من الشخصيه الانطوائيه اللي هي ما يبانش عليها. اوكي، اللي هو انت تفضل يا ابني اتكلم يا ابني، طب اقول للام طب ايه مشاكله؟ تقول ما بتكلمش، ما بتوصلش معايا. اوكي، المدرسه حتى بتقول ان هو هادي ما بيعملش مشاكل. بتعملي انت ايه بقى؟ ما عندوش يعني ثقه في نفسه. بس لو جيتي تكلميه حساس ابو دمعه يعيط. اوكي، ده بيبقى مجرم بعد كده. احنا نعمل ايه؟ نخاف يعني ونقفل على نفسنا؟ فانا لا، انا عايزه ادي مساحه لابني انه يعبر عن نفسه، يعترض، يتمرد، ده الطبيعي. يعني انت انسان في الاول وفي الاخر. اوكي، العقل انت اللي بتمشي وراه في ان انت بتقنع ابنك بالعقل، لكن فكره ان انت مسيطر عليه سيطره كامله اللي هو بص له يقعد، دي احنا كلنا اتربينا على كده، كلنا عندنا مشاكل. ده معقوله غلط؟ انا مش مصدقه. اه والله ده فعلا. اه طبعا، بالاتفاق. انت مثلا يعني المشكله اللي حضرتك قلتها دي هنحلها ازاي؟ بالاتفاق، احنا نازلين محددين الوجهه، رايحين مثلا نشتري طلبات للبيت، ليك حاجه واحده بس هنشتريها، مش لعبه، حلويات، حاجه واحده بس. اوكي، طيب احنا نزلنا لقيته جاب من على الرف اكتر من نوع حلويات او شبطان في لعبه، ارجع افكره واحط له بقى هنا حاجه مهمه قوي، انت ليك حاجه واحده بس انا عايز افكرك. لا انا عايز الاثنين، حاجه واحده بس، يا اما هقول نرجع البيت ومش هنشتري حاجه،
دايما الاطفال بتختار الحل الاقرب ان انا تكون ايدي فيها حاجه اوكي، فخلاص اوكي روح هات الحاجه اللي انت عايزها ورجع الباقي عرف. طب ابني شبطان في لعبه، يفضل ان انت تبقي نازله من البيت هو ماسك في ايده لعبه. لا ارجع افكرك تاني، احنا اتفقنا على حلويات، احنا مش هنجيب العاب، الالعاب ممكن نشتريها مثلا في الويك اند واحنا رايحين عند نانو. ابني ممكن يكون في مرحله عمريه صغيره مش عارف يعني ايه ويك اند، بس هو فاهم يعني ايه لما نروح عند نانو تيتا يعني اوكي. فخلاص هو عارف ان احنا اليوم اللي هنبقى نازلين فيه اوعد واوفي. انا عجبتني قوي ام في سوبر ماركت كده كانت عامله ابنها كان فضح الدنيا كانت هي هاديه جدا جدا بالزبط. وهو ماسك كام حاجه عايزهم للبيت حلويات، وهي قررت تحل الموضوع ازاي بقى، ان هي تخليه يساعدها عشان هي محتاجه مساعدته. صحيح. في ان هو يجيب لها بقيه الحاجات. طب روح هات لي مش عارفه ايه، طب انا شغلته بحاجه تانية لطيفه. صحيح. ده بالاتفاق دايما بقول ان الطفل المتطلع هو نتيجه تلبيه رغباته وهو في المرحله العمريه الصغيره. تيتا كانت بتجيب وعمته كانت بتجيب واحنا بنجيبه اول حفيد، فبقى عنده شره ناحيه الاشياء. طب انا عايز يعني اجبح الزمام اللي عماله تجري حوالين نفسها دي، يبقى احطه في ان انا اصرف له انتباهه، اللي هو بص العصفوره حبيبي فكرني واحنا في السوبر ماركت اللي احنا هنجيب كذا وكذا وكذا وكذا. فدايما هيبقى مشغول في تحمل المسؤوليه، لان ولادنا عشان تحلي مشكلتهم حطيهم في مسؤوليات. اوكي، فهو شايل مسؤوليه ان هو يكون قد الصوره اللي انت حطيه فيها. ماما احنا عايزين نفتكر انت قلتي كذا، اجي بقى اتعمد انا فاكره طلباتي، بس هو احنا قلنا ايه تاني؟ اول ما الاقي عينيه مثلا بدات ان هي تلف على الركن بتاع الالعاب بتاع الحلويات انا بلحق اجيبه. طب بذمتك ده مش تعب يعني؟ هي نازله تجيب حاجه البيت ولا نازله تشوف عينه رايحه؟ امومه وابوه لازم واحد يدفع الفاتوره. امومه وابوه دي اكتر صعوبه من فكره انت موظفه وبتشتغلي. صحيح. لان انت بتراقبي نفس بشريه محتاجه منك ان انت تراعيها كانها زي الزرعه بالظبط اللي عماله تكبر قدام عينك. صحيح. اوكي، فانت بتجني اللي انت بتحصديه كل مرحله والتانيه. اوكي، فحل مشكلتهم صحيح في الطفوله قبل ما يوصلوا لمرحله المراهقه، لان صح. مراحل المراهقه أصعب. بتبقى اتعب بالظبط، اتعب، السلوكيات بتكون ثبتت اكتر. اوكي، التراود مع مراهق بيكون ليه؟ اقنعيني بالعقل، اشمعنى؟ اشمعنى كل اللي حواليا بيعملوا كده وانا لا؟ بابا فلان بيصفروا كل سنه مش عارفه فين، مامة فلان جابت له احدث تليفون في عيد ميلاده بالظبط. فبتلاقي ان انا هنا مش بربي لوحدي، انا بربي في ظروف جباره، السوشيال ميديا، الحاجات التربيه المختلفه اللي حواليا، المدارس واللي بيحصل فيها، حاجات كتير قوي. صحيح. فبتخش على مرحله الوحش زي ما بيقول. طب يعني مصطلح الاستقلال، ان انا في طفل او في مراهق، خلينا نتكلم بشكل ادق، بيبقى عايز يستقل عن اسرته وخلافه، في اب وام بيدوا المساحه دي بضوابط. اوكي، وبالذات للبنات في مجتمعنا الشرقي. صحيح. وفي اباء بيفرملوا جامد، وفي اباء بيسيبوا خالص. المفتاح هنا فين يا دكتور؟ المفتاح في وعي انا ناحيه ان اولادي مش ملكي. اولادي ملك الله عز وجل، ربنا واهبهم ليا ان انا اراعيهم واحسن تربيتهم، عشان في الاول وفي الاخر دي ارواح ونفوس مستقله ليها حساب بيعد وقت ما خلاص هو بلغ بسن التكليف. طب انا قبل كده ملزم بايه؟ بان انا ازرع فيه خوفه من الله عز وجل، وان انا افهمه ان انت شخصيه مستقله فعلا، لان هو اصلا معمول شخصيته مستقله باي زاي. اوكي، لحد بس ما انت بتعلمه ياكل ويشرب وهو خلاص شكرا. فاللي انت بتزرعه فيه هو ده اللي من باب الاستقلال، ان انت تراعي. يعني انا ابني شخصيه مستقله، تلاقي الام لا انا هاكلك، لا انا هلبسك، وهو عايز يعمل ده لوحده، بتلاقيه بيفرك وبيزقها عايز يجرب الحياه. اول لما بتلاقيه مثلا بدا يتساند هو عايز يمشي لوحده، اوعي بتشيله، لا سيبيني عايز اروح لوحدي. اوكي، اسيبه واديله المساحه وامن الدنيا من حواليه، وده الصح. ان انا بسلح اولادي وبعمل وقايه قبل ما اعرف المشكله واعمل علاج. خد بالك ان الحياه فيها كده وكده وكده، وهتقابل كده وكده وكده، مش برفض سلوك ابني اللي داخل لي بيه، لا ده انا بلحقه قبل ما يقع فيه. ممكن تلاقي اولاد صوتها عالي جوه الكلاس بيردوا ردود مش كويسه، احنا مش بنعمل الحاجات دي. اوكي، انا بحب صاحبك فلان، انا بحب زميلتك فلانه، بس عندي مشكله مع سلوكياته، لان احنا بنرفض سلوك مش بنرفض شخصيه. ابني لما بيتعود على كده وبيكبر على كده هيطلع الشخصيات السويه، مش اللي احنا بنشتكي منهم اللي هم بيعلقوا على السوشيال ميديا. يا ابني انت بترفض ليه؟ يعني انت بتشتم ليه؟ طيب ما بحترمش راي الاخر، انا بشتم للشتيمه لان انا انت مش زي بنتها، خلاص انت اقل مني وانت شخص سيء. شفنا دول اوقات كتير، اضطرابات سياسيه دول اكتر ناس بالظبط. انا مش متعود احترم الراي الاخر لان انت معادي ليا وبكرهك. طب بتكرهني عشان معاكس ليك في الراي؟
ما فيش حاجه بتقول كده ابدا. التطرف في الرأي بالظبط. فبالتالي انا بامن محيط ابني وبديله وقايه وبعد كده بسيبه يستقل. صحيح. يعني بنشكرك دكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل السلوك، يعني دايما بتفيدينا بمعلوماتك ودايما بنتعلم منك حاجة جديدة. أنا النهاردة تعلمت منك حاجة جديدة وأكيد المشاهدين كمان. نشكرك مرة تانية على وجودك معنا. شكرا. وبكده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهاردة. بكرة إن شاء الله فريق عمل آخر من صباح الخير يا مصر حياتيكم تحديدا من 7 حتى 10 بتوقيت القاهرة. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.